لنا في المدرسة الطلبة الصحية هنا الحاجات اللي من عدم هنسيب بقى حاجات في الدراسة. أولا تنميل من فوق الشيبك الليبر لما بيبوظ بيحصل هيباتيك انكيفالوباسي، بيحصل حاجه اسمها اولا ايه الديفينيشن الميكانيزم الديسيم فاكتورز كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن ريتريت. أولا الديفينيشن يعني ايه هيباتيك انكيفالوباسي، هيباتيك انكيفالوباسي باي ديفينيشن، هيباتيك انكيفالوباسي باي ديفينيشن is neuropsychiatric manifestation that occurs in a patient with a liver cell failure. It's neuropsychiatric manifestation in a patient with liver cell failure. That definition. الميكانيزم ازاي لما الليفر يبوظ يعمل نيورولوجيكال مانيفستيشن. واضح؟ القصه ببساطه ان في الكولون في بكتيريا بتشتغل على البروتين بتطلع منها التوكسين. في البني ادم النور التوكسين دي بتتاخد بالبوستر دي عشان تروح للليفر، وفي الليفر التوكسين دي بتتكسر معايا بحيث ان الدم اللي طالع من الليفر ورايح يديه بين الكيمة ما فيهوش نقص. واضح؟ الكولون فيه بكتيريا والبكتيريا بتشتغل على البروتين بتطلع توكس، والتوكس دي المفروض تروح عن طريق بوردر بين الليفر عشان يحصل لها ديتوكسيفيكيشن، وبعدين الدم يوصل كلير للفيو بين الكيمة ويرجع للهارت، وبالتالي الدم اللي بيوصل للهارت يبقى ما فيهوش التوكس دي. لو حصل ان الليفر باظ التوكسين دي هتوصل للليفر ما يكسرهاش فتطلع على السيستميك سيركيليشن، ده رقم واحد. رقم اثنين المشكله الثانيه، لو عيل عنده ليفر سيل او عنده سيروسس يبقى عنده بوتر هايبرتنشن، صح؟ كل يبقى عندك بوتر هايبرتنشن ده بيؤدي ان في كلات بتفتح، صح ولا لا؟ بوتو سيستميك شانت تفتح شنط ما بين البوطه بين والايديو بلا كده. الشنط دي عيانين عندهم ليفر سيروسس ممكن تسمح للتوكسنز ان هي باي باس ليفر، ممكن تسمح للتوكسنز ان هي باي باس ليفر. سو التوكسنز دي هتوصل باس فين لسببين، يا اما لان الليفر بايظ ما كسرهاش، او لان التوكسنز دي عملت باي باس ليفر. معايا؟ عدت على الضيق كولابس وصلت للايديو بلا كده من غير ما تعدي على الليفر. السؤال ده اللي عليه مشكله، ايه هي التوكسين دي؟ مين هي التوكسين دي اللي عامله المشاكل؟ اول توكسين حطوا عليه فيه هو الامونيا. اول فيه اللي هي ايه؟ الامونيا، يعني الودي كله مش على الودي بيطلع امونيا، المفروض ان الامونيا تروح للليفر يحولها الى يوريا. معانا ده ولا لا؟ المفروض الامونيا تروح للليفر يتحول الى يوريا. وبعد كده الليفر يطلع يوريا على الدم وكده تاخد اليوريا ترميها في البول. لو الليفر بايظ الامونيا هتعدي على الليفر مش هتتحول الى يوريا، بتطلع في الدم في سويت امونيا. السؤال ازاي الامونيا بتقفل البريك؟ الامونيا بتعمل انهبيشن كريبس سايكل، وكنا عملت انهبيشن كريبس سايكل يبقى معنى كده ان البريك ميتابوليزم وقف، وده بيعمل الهيباتيك انكيفالوباسي. مفهوم؟ الامونيا بتعمل في الدم تعمل انهبيش كريب سايكل، وبالتالي الميتابوليزم هيقف وبالتالي يحصل انكيفالوباسي. ولو ان في واحد عمل تجربه لطيفه جدا، جاب باظ وحارس البرين بتاعه دايركت في البرين امونيا، الباظ جاله كونفالجنز وبعدين دخل في كوما، جاله كونفالجنز وبعدين دخل
فقال لهم اهو اللي بس يخرج من الكوما فعلا عن طريق الامونيا. لكن في مشكله ان الفار قبل ما يخش في الكوما داخل مفاجئ، وعينين الهبات انتي فلوبتي ما بيجيلهمش كوفاجت، فبقت في مشكله في نظريه الامونيا. ان عشان الامونيا دخلت الكوما لازم تدخل عين الاول في ايه؟ واحنا ما عندناش كوفاجت عينين الليفر. فجاء واحد تاني اقترح نظريه تانيه خالص، قال لك لا المشكله في الامايد. المشكله فين؟ يعني ايه في الامايد؟ بص معايا، في حاجة اسمها ميثايلينج أبتان، اسمها ايه؟ في الكرة، البكتيريا في الكرة بتشتغل على البروتين، البكتيريا بتشتغل على البروتين، والبروتين بتطلع ميثايلينج أبتان، الميثايلينج أبتان ده هو المسؤول عن الفيتا، المفروض ان هو بيروح للليفر والليفر يكسره، لو ليفر بايظ الميثايلينج أبتان ما يكسرش، كويس؟ يطلع الدم يعني كويس، يعمل ايه؟ قال لك يدخل الامونيا في البرين. حد لاحظ حاجه؟ الجانب الثاني نظريه ايه؟ الامونيا. الامونيا. نعم ولا لا؟ الجانب الثاني نظريه، الجانب الثاني نظريه الامونيا. في توكسين ثاني اسمه ميثايل ميكابتان ينتج من اكشن اوف دي بكتيريا على البروتينز الموجوده في الكولون، والميثايل من الكابتن ده ما بيوصلش، يوصل الدم مشكلته هيخلي الامونيا تخش جوه البرين سيل. بس جانا مشكله تاني بتاعت الامونيا، في واحد حط ثيريتال قال لك المشكله حاجه تانيه خالص. ايه هي؟ قال لك ان في انكريز اروماتيك امينو اسيد، وانكريز برانش تشين امينو اسيد. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي احنا عندنا نوعين من الامينو اسيد في الدم، نوع اسمه برانش تشين، وبرانش تشين لما يخش في البرين بيعمل لنا ادرينالين ودوبامين. البرانش تشين امينو اسيد لما تخش جوه البرين بيطلع لنا ايه؟ ادرينالين ودوبامين، وده بيستبريت البرين، بيعمل اكتيفيشن البرين. في حين في حاجه اسمها اروماتيك امينو اسيد، دي لما بتخش جوه البرين بتعمل حاجه اسمها اوكتوبامين وتايرامين، ودول بيعملوا انهبيشن للبرين، بيعملوا ايه؟ يبقى بقى عندنا حاجه بتعمل استيميليشن وحاجه بتعمل انهبيشن، والاثنين في بينهم بالانس. ده في البني ادم الماما عيال الليفر سنتر يستهلك البرانش تشين امينو اسيد في تصنيع جلوكوز. الرابع ان الليفر لما بيبقى بايظ ما عندناش راكب فبيضطر يرجع الى جلوكونيوجينيسيس، تصنيع جلوكوز من امينو اسيد. فالاروماتيك امينو اسيد، الاروماتيك امينو اسيد هتشتغل لك شيء البرانش تشين هتشتغل في تصنيع الجلوكوز، كل البرانش تشين بتشتغل في تصنيع الجلوكوز. يبقى الادرينالين والدوبامين الصبح على الصبح ايه؟ فالاروماتيك تاخد ابر هاند وتعمل سبريشن للبرين. دي نظريه بيسموها نظريه الفولس نيو ترانسميترز. معايا ولاد ولا لا؟ على فكره كل نظريه من دول ليها ابلكيشن في العلاج، واضح؟ كل نظريه من دول هيبقى ليها ابلكيشن في التريتمنت بتاع العيال. النظريه الثالثه بتقول ان في نقص برانش تشين، وبالتالي الواخد ابر هاند اروماتيك، والاروماتيك بتطلع فورس نيو ترانسميترز بتعمل فابريشن للبرين. في سير رابعه، السير الرابعه دي بتقول بنسبايز بير لايك ماتيريال. يعني ايه بنسبايز بير لايك ماتيريال؟ دي كانت بالصدفه البحته. ازاي؟ عادة التخدير يا اما انهيليشن انستيزيا يا انجكشن، مش كده ولا لا؟ اما بيبقى انهيليشن انستيزيا يا اما الانهيليشن انستيزيا في مين؟ اول ما تشيل ماسك العالي فوق، واضح؟ يعني دي فولاتايل جاز، اول ما تشيل الماسك
العين يفوق. الانجكشن انستيزيا بقى، انجكشن انستيزيا عشان العيان يفوق لازم تدي انتي دوز. فاهمني ولا لا يا ولاد؟ يعني انا لو نايم عيان بالمورفين، المورفين ممكن يستخدمه في التخدير، وده اول حاجه استخدمناها في تخدير الكابينس. لو نايمت عيان بالمورفين عشان افوقه لازم اديله نالكزون. واضح؟ لو نايمته بالبنزودايزبيز لازم اديله دواء اسمه اليكزيت. دوما زينات مفهوم ولا لا؟ واضح؟ المصيبه ان بتوع التخدير دايما بيشتغلوا في جروبس مجموعات. يعني ما تلاقيش واحد بيشتغل لوحده، يبقى تيم. معايا؟ وبتوع التخدير دايما في مشكله في التيم. لو نايموا من عيان بالانجكشن انستيزيا كل واحد بيعتمد على الثاني انه يدي الانتي دوت. المحصله العيان ما ياخدش انتي دوت. يقفوا بتوع التخدير حواليه يا طه هو مش راضي يفوق ليه؟ ويبعتوا له بتوع الاي سي يو على انه ديليتي كفر. على انه ايه؟ ديليتي كفر. ويبعتوا لي بتوع الاي سي يو على انه ديليتي كفر. بتاع الاي سي يو كل اللي بيعمله انه بيعمل ايه؟ يدي الانتي دوت العيان يفوق. بتوع التخدير يقول لك يخرب بيت العظم. ايه يا جباب اللي عملته ايه؟ نقول لهم لا ده شغلنا بقى. فطبعا ما حدش يقول لهم حاجه. اللي حصل ان عيان عنده ليفر سيروسس داخل يعمل هند. داخل يعمل فبتاع التخدير نايمه انجكشن. يا سوري نايمه في العمليه يعني. وبعدين العيان بعد ما خلصت العمليه العيان مش راضي يفوق. فبعته لمين؟ الاي سي يو. بتاع الاي سي يو كان عادة كان العيان مش راضي يفوق. الله يخدم بيكم ما اديتوش ايه؟ راح مدي الانتي دوت. العيان فاق. فبتاع التخدير جاي يقول له يخدم بيكم ايه ده؟ انت عملت ايه؟ ده انتوا عظمه. قالوا انا عظمه ولا مين؟ انتوا اللي بهاي. انتوا ما اديتوش الانتي دوت واحنا اديناها في العيان فاق. انا بديها واحده. العيان ده انا نايمته انهيليشن. العيان ده ما نامش انجكشن اصلا. العيان ده ما كانش نايم انجكشن، كان نايم انهيليشن انستيزي. ازاي يفوق لما تدي له الانتي دوت؟ قال والله ده اللي حصل، انا اديته بنزودايزبين انتاجونست. اللي هو فلوبازيلات. قال طيب تعالى تجيب عيال انكيفالوبس اللي ما دخلش عمليات اصلا. انا عنده هبات انكيفالوبس. وادوا له فلوبازيلات، العيال فات. Which means ان في توكسنز بيطلعها البكتيريا في الكولون لايك البنزودايزبين. حطوا فيه بتاع البنزودايزبين لايك ماتيريال. ان البكتيريا اللي في الكولون بتشتغل على البروتينز تطلع بنزودايزبين. وده يروح للدم ويعمل سبريشن للبرين. البنزودايزبين دي يا ولاد بتدخل كلورايد جوه البرين سيلز البنزودايزبين. عارفينها؟ طيب الدم والحاجات دي. الفاليوم يا ولاد. ماشي البنسلاين سبيد بتشتغل ازاي؟ اكتفيت حاجه اسمها جابا تشانل. سمعت عن الجابا؟ جابا تشانل عشان تدخل كلورايد هو السيلز بتاع البرين وتعمل سبريشن للبرين. مفهوم ولا لا؟ فمن ضمن الثيوريز البنسلاين سبيد لايك صف في ثيوري خمسه قالت لا بتصنع هيبوكالين او الكالوسس. اولا ايه الدليل؟ قال لك الدليل على ان الهايبوكالينيا ليه علاقه بالموضوع. ان عيانين هبات انكيفالوباثي من ضمن الاسباب اللي تخلي العيان يخش في هبات انكيفالوباثي ان انت تدي له دايركتس معظم. يعني تدخله في هايبوكالينيا او ان يجي له فوميتي. مفهوم ولا لا؟ فمعنى كده ان الهايبوكالينيا والالكالوزز ليهم ايه؟ ليهم علاقه بالموضوع. استغفر الله العظيم انا يا سيدي. الله العظيم انا يا سيدي. الهايبوكاليميا والالكالوزز ليها علاقه بالموضوع. ايه الدليل يا جدعان؟ قال لك العيانين بتوع الليفر سيلفين لما تديهم دايركت
او لما يعملوا فومتين او يجيله اسهال بعيد عنكم يخش بايه؟ انكفالوباثي. انكفالوباثي. لكن هو السؤال ايه الميكانيزم؟ ازاي؟ اذا الهايبوكاليميا او الالكالوزز تؤدي الى والله العظيم ولا مش هدمع قدامك. الانكفالوباثي قال لك ناقص البوتاسيوم يا حاج ورا. ناقص البوتاسيوم يا مولانا. ناقص البوتاسيوم يقف في الدم. ناقص البوتاسيوم يعمل حاجتين. اولا قال لك ناقص البوتاسيوم بيخلي الجلوكوز ما يعرفش يخش جوه السم. يعني احنا قلنا دايما الانسولين بيدخل ايه؟ جلوكوز معاه. قال لك البوتاسيوم مش عارف يخش جوه سوري الجلوكوز مش عارف يخش كويس فده بيأفكت الميتابوليزم. الاحتمال الثاني ان البوتاسيوم بيعمل حاجه ثانيه. البوتاسيوم بيعمل ايه بقى؟ بصوا لي هنا ناقص البوتاسيوم يخلي البوتاسيوم اللي جوه الخليه يطلع بقى. شفت التصوير ولا لا؟ شفت التصوير؟ قال لك ما دام خدت من الخليه بوستد لازم ادخلها ايه؟ بوستد. فالامونيا بتخش مكانها. قال لك ما دام البوتاسيوم في الدم قليل يبقى البوتاسيوم اللي جوه الخليه يخرج. انا خدت من الخليه بوستد ولا لا؟ لازم ادخلها نيجاتيف. ازاي اتعاطي؟ يا تعاطي صف معفن كمان. ما دام خدت من الخليه بص لازم اديها ما بتخش الامونيا. يعني رجعنا تاني النظريه ايه في الباب بقى؟ تسعة ونص تقول لي ورق مقفول. معاك عرفت ولا لا؟ ماشي. ده البوتاسيوم. الكالوز ازاي الكالوز يدخلك في ايه؟ في غابة يدخلك في انكفالوباثي. قال لك الكالوز معناها الهيدروجين في الدم. عاطي هيدروجين في الدم ايه؟ يبقى الهيدروجين اللي جوه الخلية يطلع لبره. ما انا خدت بوستن اروح مدخل امونيا. نفس المنطق بتاع البوتاسيوم. معايا يا بهوات؟ يبقى الهايبوكاليميا والاكلوز ممكن تدخلني ولا لا؟ تدخلك. يلا. ايه البريستيرنج فاكتورز؟ هل كل عيان عنده ليفر سيروز بيجي له هيباتيك انكفالوباثي؟ هل كل عيان عنده ليفر سيروز بيجي له هيباتيك انكفالوباثي؟ Which means ان في بريستيرنج فاكتورز. ايه هي؟ بص لي هنا. ايه البريستيرنج فاكتورز؟ بص. سبس مظبوط؟ سبسس ولا لا؟ هاي بروتين ميل. لو كان بروتين كتير في الطايف ومن ضمن البروتين ميل هيماتيمسيس. ما هيماتيمسيس معناها ضغط الجي اي تي وضغط اذا هيفي بروتين ميل. مفهوم ولا لا؟ ثانيا لو العيال عمل بوتو سيستميك شوك من ضمن الزفت اللي بيتعمل علاج البوتو هايبرتنشن عملية زفت اسمها ايه؟ عشان عملت زيت في الزفت من ضمن عمليات اللي بتتعمل في البوتو هايبرتنشن عملية اسمها بوتو سيستميك مش خدتها في جراحة والعمليات بقت اوبسوليت لان عندي يخرج عنده ايه؟ انكفالوباثي مش كده ولا لا؟ انا لو عملت ايدي شنط فده لك على في الكبرالة. ايه كمان بريستيريك باكس؟ بص لي هنا ترانسفيوجن اوف ستورد بلاد. البلاد اللي متخزن بقاله فتره بنك الدم بيبقى فيها مونيا. واضح؟ دكتور كاموسا ادى عيانه بنزولايز بيز. This is a small كاموسا. سمول بطل والله. قال لك عيان عنده فوميتي طعريه فيجوس بايوليسيس عملت له اكستنسيف باراسينتيسيس
هدخله في هايبوكاليميا وهالكالوزي. فدي البريستيتنج فاكتور جت منين؟ اديك شفتوها. وراح ايه كلينيكال بيكتشر بتاع الهيباتيك نفروز؟ لا العيل يعدي في مرحلتين بري كوما وبعدين كوما. عندي عدد كم مرحله؟ اثنين. اولا بري كوما وبعدين كوما. لا يعني مسحب اسيتيك فلويد بيعمل هايبوبوليميا ولا لا؟ قوم يطلع البستيون ولا لا؟ بس بص لي يا دكاتره العادي عادي في مرحلتين بري كوما وكوما. في البري كوما العادي بيبقى عنده ابدي. العادي بيبقى عنده ايه يا ولاد؟ ابدي سرح وعنده امنيزيا. عنده ايه؟ امنيزيا وعنده ديس اورينتيشن في تايم بيس اند بيرسون. ركز معايا انا عنده ايه؟ أبدي أميديا ديس اورينتيشن في تايم بيس اند بيرسون وعنده شايلدش بيهيفير. عنده ايه؟ يعني يزعل بسهوله جدا زي الاطفال ويتبسط بسهوله جدا. بمعنى الاولاد عندنا في القرى في حاجه اسمها الكبير بتاع العيله. الكورس بتاع الكبير ده موجود لسه لغايه دلوقتي في اماكن معينه. والكبير بتاع العيله ده يعني في رجاله في شنبات بتجري قدامه لما يلاقوه داخل يجروا من الشنبات وملهاش دعوه بالاعتبارات الاعتبارات السنيه. هو السن اكبر واحد هو الكبير وليه ولاء من الكل وليه مكانه ما حدش يقدر يلمسها. انا مثلا الكبير عندي كان عمي ابويا كان اصغر منه فده كان الكبير. عمي ما كانش بيعرف فيها ويكتب وابويا خريج جامعات وسافر ولعب في الدنيا. لما يقعد قدامه يقعد بص الارض. عمي ده حاول يخش يعني هيخش علينا في الشقه عندنا في البيت بيخبط على الباب وانا واقف تحت الباب وانا صغير وابويا كان قاعد في البلكونه. فعمي داخل ورايا وانا دخلت البلكونه بقول لابويا ان عمي جه وابويا كان بيشرب سيجاره. راح حط السيجاره تحت البنطلون قعد عليها قدام عيني والبنطلون اتحرق وكان قد كده علشان اخوه وهو عنده 46 سنه ما يشربوش وهو بيشرب سيجاره. طبعا انتوا مش متخيلين ايه ده. لا يا فاضل ده لغايه دلوقتي موجود ولغايه دلوقتي موجود في اماكن معينه طبعا. ودي من الحاجات اللي المفروض ما تتلغيش. دي المفروض حاجات اللي نحافظ عليها يعني. ده كان يخش تلاقي بقول لك شناب واقف في مراحل. انا كنت قاعد مع رحت البلد ما اعرفش يعني مين ده. عمي وخلاص يعني. ما وقفتش. ففي قلم كان طاير جاي على وشي. دول هو راح ماسك ايد اللي طاير القلم اللي هو ابويا يعني. راح ماسك ايده انا ما يعرفش. هو ما طلبش موسيقى عشان معايا في الاستاذ. خمس ايد وانا بس فاهم وخلاص. ما مدش ايدك. وبعدين اجاب يا ريت على الحمد. لما حد كبير يخش تقف. وخصوصا لو انا. دي حاجه اسمها كبيره برضه. يعني ايه برضه ما يقول؟ دخلهم يا معايا يا باشمهندسين. anyway تخيل كبير عينة بهذا المنطق لما يجي له ريبات ايه في نقطة وقعد على الاكل وانت تقول له مثلا والنبي ما تاكلش بروتينات كتير عشان الدكتور قال لك كده. هتلاقي واحد زائد طب يقول لك طب ها مش واجب. مش ده البيهيفير بتاعه. البيهيفير الطبيعي اللي هو واخد الطبق ملبسه لك ويقول لك انا هاكل اللي انا عايزه. لكن لو انصرف كتشايلد ويزق الطبق يقول لك لا مش واجب. تيجي جنبه تقول له معلش عشان خاطري احنا كنا عشان الدكتور بتاعه قال لك طب خلاص. A child. He's behaving like a child. This is what we call the childish behavior. And this is pre-co. Thing. Apathy. Amnesia.
ميديتيشن وتايم بيس اند تشارج بيس. وبعدين عندهم انفيرتد سليبنج ديسك، ينام طول النهار وبيصحى طول الليل. تعالين جماعه كده مع بعض امنيزي وابد يعني تنح وبينسى وتشارج بيهيفير وعنده نوم مقلوب. لماذا ايه؟ ما تفكرش في حد خالص مش كده؟ in addition عندهم ابراكسي construction ابراكسي. يعني ايه construction ابراكسي؟ يعني ممكن تعملوا تيست لما سبتله complex structure كده قولوا قلت السن دي يعمل كده كمان copy a complex design كمان copy a complex design جرى على كلمة construction ابراكسي. It cannot copy a complex design. ودي ممكن تستخدمها كتست. في تست تاني بنعمله. الريتنتف ده عبارة عن ايه؟ في تست تاني. اسمه ريتنتف ده بيتعمل ازاي؟ انك تكتب له ارقام. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة، خمسة، سبعة. وتقول له وصل بينهم بالترتيب. معايا ولاد ولا لا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة فاهمين ولا لا؟ خمسة هو ما يقدرش. مع ولاد ولا لا؟ ما يقدرش. ده في ريتان تيست. مع ولاد؟ دي تو تيست ممكن تعمله من عيلة عشان تعرف إذا كان في ديفات في كوما ولا لا. يبقى أول حاجة الإيهات أباتي أمنيزيا أبراكسيا مع ولاد ولا لا؟ وعندهم اسبيركسز اللي هي بتاعت تشامرز دي ليها دي ديستيرب سليبنج جود. وعندهم سي كونستراكشن ابراكسي مفهوم ولا لا؟ ما مش متصيب في الاخر عايزك تخش الكوما. كوما ملهاش اي كاركتر يعني ملهاش علامه مميزه. اللي عندي بقى كوماتوز بيبقى عنده شويه هايبر فنتيليشن وبص ما بنسبه. طب ما هو اي عيان كوماتوز بيبقى عنده بص بابنت بيبقى عنده شويه هايبر فنتيليشن فمالهاش فيتشر محدده. واضح ولا لا؟ مالهاش فيتشر محدده. الانفستيجيشن يا ترى عيان ليه بات انكيزولوجي لما يجي لي الطوارئ هل اعمل انفستيجيشن؟ يعني دلوقتي جاي لي عيان في الطوارئ اهله جايبينه كوماتوس واهله بيقولوا لي يا دكتور ده عنده تليف في الكبد. هل سيادتك هتتعامل معاه على انه يبقى انفيرولوجي على طول؟ لا طبعا. ليه بقى؟ لان العيان ده العيان ده الليفر سيستي ممكن ليه اسباب تانيه للكوما. ممكن يخش الكوما نتيجه الهايبوغلايسيميا مش كده ولا ايه؟ ممكن يخش الكوما نتيجه دي ثانيا. العيان ده ممكن يجي له سب ديوال هيماتوما من خطه بسيطة لأنه عنده ديلي تنس. فبالتالي مين اللي قال إن لازم العيان الكوماتوس وهو ليفر سيل فيلير لازم تبقى هيبات في إكسبلوجر؟ عشان كده يو هاف تو اكسكلود ذس باي دوينج بلاد جلوكوز ليفل أند أو سي تي. بلاد جلوكوز تو اكسكلود هايبوغلايسيميا أند سي تي تو اكسكلود سب ديور أند يو كان دو أوسو سي أر أمونيا ليفل. خسائر كام أمونيا؟ عالي. ولازم تعمل سيرم بوتاسيوم مش كده ولا ايه؟ ده على الستيتنج فاكتور. لازم اعمل اطياب جاهزه لوكينج فور الكالوزز مش كده ولا لا؟ زمان كانوا بيعملوا اي اي جي بس بطل. كانوا فاكرين ان الاي اي جي بس بالمخ يعني في كاركترستيك ويفز العينين بس بيجيبوا بس طلع ان الكلام ده كلام ايه؟ قضايا يعني الويفز دي مش كاركترستيك ولا بتحصل حاجات كتير قوي. يعني كان في رسم المخ في العينين دول حاجه اسمها ترايتيتيك ويفز بس الويفز دي طلعت بتحصل مع لينا فيليا وبتحصل مع لايبوغلايسيميا وبتحصل مع كل حاجه فمش كاركترستيك دي ليفل صفر. بس واضح جدا ان العيان بتاع ليفل انتفلوجي هاز تو بي انفستيجيتد ولا لا؟ طب هاو دو يو تريت ذيس بيشنت؟ اولا تبتدي بالاي بي سي زي اي ميجرز A way. Frequency
بريدنج وسيركيليشن حسب الله ونعم الوكيل. وركز على جلوكوز ان شاء الله. لا نعم اوقات بتيجي بالاي بي سي وتعالى ايه جلوكوز والكيو كوماتوز اللي هو كيو سكين كيو فينا بادر كيو بريس باين كيو باول والنوتريشن اللي احنا خدناهم في نيويورك مش كده ولا لا؟ كيو اوف سكين لازم نعمله في كونتيرنينج او نحطه على ايه ماركر عشان ما يجيلوش بين صور. كيو اوف باول انا خايف عليه من كونسبيشن اعمله انما. كيو اوف نيوتريشن اركب له رايت. كيو اوف اسبيريشن اعمله ريبيتد فاكشنينج عشان ما يحصلش اسبيريشن. كيو اوف يونا بدل تكيب له انمي كاتر مفهوم ولا لا؟ بعد كده تعمل ايه؟ عايزين نتعامل مع الهبات انت في الوقت بصوا ليه؟ انا مشكلتي ايه؟ مشكلتي بكتيريا بتشتغل على ويطلع بوكسز. طيب ما تيجي نتعامل مع البكتيريا ندي اورال انتبيوتيك. اورال اشمعنى اورال؟ عشان يشتغل لوكالي في الجي اي تي. الاورال انتبيوتيك اللي كان بيستخدم زمان اسمه نيومايسن كان اسمه ايه؟ وكانوا مبسوطين بيه قوي لانه كانوا فاكرينه بيشتغل لوكال في الكولون وما بينطفش. لكن بيدوا اوردر يشتغل في الكولون وينزل في الاسطول ما بيحصلوش ابزورشن. فكانوا بالتالي مبسوطين بيه لان ده ما بيعملش سايد افكت. لكن اتضح ان النيومايسن بيحصل له ابزورشن ونيفروتوكسيك. يعني اتضح ان الكلام ده كلام فاهم ان هو بيحصل له ابزورشن هو انتيز نيفروتوكسيك. فدلوقتي وي هاف شيفتد from neomycin into metronidazole, the gene. We have shifted from neomycin to metronidazole. We have started neomycin, خلاص. So, we started metronidazole, the gene. واضح؟ يا باشمهندسين لان النيومايسن اتضح انه نيفروتوكسين بندي المفروض 250 ثلاث مرات في اليوم واضح؟ ثلاث اربع مرات في اليوم. بصوا لي هنا بقى دي واحده. اشتغلت على البكتيريا بطريقه ان انا اديت ايه؟ نيومايسن برضه؟ يعني بعد اللي انا قلته ده كله برضه نيومايسن؟ في طريقه ثانيه كنا بنستعملها زمان بس بطلت. كنا بندي العيان اورال بكتيريا. يس. كان البكتيريا في سول باودر بيحطها العيان على ميه وبيشربها. كان بكتيريا اسمها لاكتوباسيلس اسيدوفيلس. تتحرق بس هي الفكره ان كان بجيب بكتيريا تحتل الكولون وتموت البكتيريا اللي شغاله على البوتيت. يعني كنت بجيب بكتيريا تحتل الكولون وتموت البكتيريا اللي شغاله على البوتيت كان اسمها لاكتوباسيلس اسيدوفيلس. بطلت ليه هنعرف دلوقتي ان شاء الله. دي بطلوا يستعملوها انا عندي دلوقتي اوكي؟ فالبكتيريا اشتغلت عليها كم طريقه يا اولاد؟ اثنين. هنشتغل بقى على البروتين. هنشتغل برضه على البروتين بطريقه ايه؟ اولا تقلل البروتين في الضغط. العامل من الليفر سيل فيلر اللي عنده هيباتيك انفرابطي ياخد نص جرام بكي جي بروتين في اليوم. يعني لو وزنه 80 كيلو ياخد قد ايه؟ 40 جرام، عارفين يعني ايه 40 جرام؟ حتة لحمة بحجم علبة الكبريت. لو سألك يعني ايه 40 جرام في الشفوي؟ هترد كده. هتقول له حتة لحمة بحجم علبة الكبريت. ده البروتين اللي بشرح له في اليوم، which means انه لو كان حتة اللحمة دي على الغدا ممنوع ياكل جبنة ولا بيض ولا فول على الفطار. ولا على العشاء. موضوع فيهم بروتين. لو كان حته اللحمه دي يا ولاد ممنوع ياكل على الفطار لا فول ولا بيض ولا مشتقات الالبان كلها. ونفس الكلام على العشاء. وممنوع يبقى الغداء بتاعه فيه اي بقوليات. لا فاصوليا ولا لوبيا. ده كل ده عشان ايه؟ حته اللحمه في حجم علبه الكبريت. وبالتالي بقى فطاره عباره عن عسل ومربى. وعشان نفس الكلام العينين يا ولاد بتوع ليفر سلفيلر بيتخلوا. يقول لك نفسي ماعي نفسي في معلقه فول معلقه فول
قلت له اوكي كل معلقه فول بس ما تاكلش لحمه على الغدا، كل حته جبنه على العشاء بس ما تاكلش على الفطار ولا على الغدا، يعني مش لازم تبقى حته اللحمه، اعملها شيفت، اعمل شيفت البروتين كل يوم لان الحياه بتبقى جحيم يا ولاد، مفهوم ولا لا؟ والعيانين عندنا في القصر العيني مشهورين جدا، العيان في ترابيكا يخش في بنت ايكوفينوبتي ويفوق بعد الزيارة داخل في كوبا تاني، ليه؟ أهله جايبين له الفرخة عشان يتقوي، جايبين الفرخة المسلوقة بتاعت المريض، هو يروح ضاربها وانت عارف فرصة يروح ضارب الفرخة كلها، الزيارة تخرج من هنا لبدء الكيفولوجيا تاني. والمهم ان احنا بنفتش، والله العظيم بنفتش، ما تعرفش بيهربوها ازاي، بيهربوها هم فاكرين ان احنا بنفتشهم عشان ناخد الاكل لينا، ده اللي هم فاهمين، غلابه جدا، الناس غلابه جدا، ده طريقه تفكيرهم، بيقول لك يعني انت مناني ادخله اكل عشان يبقى صحته كويسه، يعني ايه اللي هيحصل يعني انا باكل فرخ، فاهميني ولا لا؟ فالكلام ده مهم جدا. المشكله الكبيره بتبقى في اهل العيال، العيال لازم يبقى اهله يمنعوه، لان العيال بيبقى بيوصل لمرحله يقول لك بلعون ابو الليفر السلفيلي على ابو الهيباتيك الكيفروب دي، انا حاسس بيوصل لمرحله خلاص مش طايق، مفهوم ولا لا؟ فدي نقطه. النقطه الثانيه عشان اقلل البروتين في الجي اي تي ان انا ارتب لاين لو العيال عنده هيماتيمسيس، يعني لو جالي عيال عنده هيماتيمسيس وعنده ليفر سيل فيلير ما تسمحش للدم انه يفضل في الجي اي تي فتره طويله، فتعمل ايه؟ ركب ايه؟ راي عشان تسحب الدم ده، عشان الدم لو فضل هتشتغل عليه بكتيريا وتطلع توكسن، يبقى راي على الاقل بروتين في الدايت وراي، يبقى اشتغلنا على البروتين بكام طريقه؟ طريقتين، والبكتيريا؟ الاثنين، الاثنين هشتغل عليهم بطريقتين، البكتيريا والبروتين هشتغل عليهم بطريقتين. ايه رايك يا ولاد في انما؟ الانما حطوش البكتيريا انت بروتينز ولا لا؟ الانما لازم تتعمل صح، العيانين دول لازم تعمل الانما صح عشان تاخد نتائج كويسه، لازم عيانك يتعملوا الانما صح. انا بعمل له انما صح ازاي؟ بصوا بصوا هنا يا ولاد، عشان تعمل انما صح ما يبقاش عايزين الانما طبعا، الحمره الشعجيه تبقى كيس او علبه اللي فيها الميه ونازل منها خرطوم وبداخل خرطوم في الانا الكنان، ما تعملش الانما والعين نايم فلاته. ليه بقى؟ لو انت عملت الانما والعين نايم فلاته الميه يا دوبك بكبيرها توصل للريكتم او السجمويد كولر، ده بكبير لو العين ايه؟ وانا دي الازازه ماسكها ونازل خرطوم لغايه الانا الكنان، الميه هتوصل للريكتم بكبيرك سجمويد، وانت عايز تعمل وش مين؟ فتعمل ايه؟ تحط العين في اند البيرف، فاهمين ولا لا؟ تحط في اند البيرف ازاي؟ احط مخدتين تحت وسطه هتبقى دي راسه وتبقى دي رجليه، وبعدها احط ايه؟ الانما، الانما بالطريقه دي الميه هتمشي مع الجبس، تعمل لك وش للكولوم وتسيبها كده، تسيب العين كده لمده 10 دقائق، يعني هتفضي الميه وتسيب العين لمده، وبعدين تروح شايل المخدتين ومفضي الميه تاني، هتحط له البيدين والميه هتنزل، مفهوم ولا لا؟ لو عملت الانما صح، وعمرها ما بتتعمل صح في مصر عمرها، لان الممرضه اللي بتعملها ما فيش ضمير طبعا، هي عايزه الصح على فكره بس عشان تخلص، لا عايز تبقى دكتور محترم في امتيازك، العينين محتاجين انما تبقى واقف قدامها وهي بتعملها، تواقف على قد ايه؟ واعملها له انت، ايه المشكله يعني؟ واضح؟ لو عملت الانما صح وعد مني فور تايمز العين فوق، وعد مني لو اتعمل صح فور تايمز عينك هيفوق، مفهوم ولا لا؟ معايا؟ بس تتعمل صح، دي مشكله يا ولاد، الناس بتتخيلوها عامله ازاي؟ مش خليك تكمل هيباتيك انجفينوبيتي في مصر حتى في المنصي يغطس،
حتى في النصي روتكس يبقى عندهم انكفالوباتي. انا بشتم فلان في ناس مقتنع ان لسه بشرح ان بيحصل انكفالوباتي في النصي باتي ومصله بيهز راسه هنتحر. انا بشتمك يلا ولا الشتيمه لازم تتشرح يا كمان يخرب بيت الغبدة انتوا مفيش فغط النظر يا هنعمل ايه؟ ايه لو تتحرق والله ما يبقى يتفرق ايه لو خلاص عشان تتخلص من مين يا البكتيريا والبوتين. في طريقه ثانيه نتخلص بيها من البكتيريا والبوتين دواء السحر في الهيباتيك انفلوباتي اللي اسمه لاكتيلوز دواء اسمه ايه؟ بصوا هنا بقى الاكتيلوز ده قصته ايه؟ الاكتيلوز ده كدواء من اهم الادويه في علاج الهيباتيك من اهمها. الاكتيلوز بس تعبت من الفول السوداني المحروق اللي هم بيجيبوه لي ده. يعني القهوه بتاعتهم بتشدك كده. لا قهوة حد شبه لا دي لا دي مش لا دي دي عميد بن العميد لا مش بن بتاع العميد بتاعنا لا لا كيلو الاكتيلوز ده الدواء السحري علاج العيانين اللي بدأ الكفالوباتي ازاي؟ الاكتيلوز ده لما بيتاخد اورال جوه الجي اي تي بيتحول للاكتوز ولاكتيك اسيد لاكتوز اند لاكتيك اسيد الاكتوز لاكتوز هو اليومن بتاع الانتستن يشرب ميه بيتحول الى لاكتوز ولاكتيك اسيد فين يا ولاد؟ في الجرد اللاكتوز ده يصفط ميه اوزموتيك فالعالي فيه ضياعين وهو المطلوب لان الضياع هتعمل ايه؟ فورس بس لازم تاخد بالك انك ما تعملش ضياع عنيفه والى حد تعمله هايبوكاليميا مفهوم ولا لا؟ يقول لك بعد ثلاثه موشنز يعني بعد ما يجيب يسال ثلاث مرات وقف الدواء واضح؟ يا دكاتره حد فاهم حاجه؟ الضياع دي تتخليني اخلص من ايه؟ وتيجي بكتيريا. تعال بقى للاكتيك اسيد. لاكتيك اسيد يعمل ايه؟ بصوا لي هنا سيب الكتاب. اللاكتيك اسيد هيعمل لك اسيدوزس في الكولون ولا لا؟ الاسيدوز جوه الكولون يعمل ايه؟ اولا الكيلز بكتيريا. الكيلز البكتيريا اللي في الكولون. الاسيدتي في الكولون تقتل البكتيريا. واضح ولا لا؟ الحاجه الثانيه الاسيديتي بتعمل ايه؟ انهبت الدايجستيف انزايم which means كونك عملت انهبيشن الدايجستيف انزايم ده يعمل ضياعيه برضه مش كده ولاد ولا لا؟ يبقى الاسيد هيعمل ايه؟ لا الاسيد يعمل ايه؟ هو الواحد بس فاهم غلط المفروض انه يشتغل معاك زي المكنه يسمع كاسيت وما يحاولش ياخد اي رعش. طيب بصوا بقى لاكتيك اسيد بيموت البكتيريا وفي نفس الوقت بينهبت الدايجستيف انزايم بيعمل ضياع. حلو. لكن لاكتيك اسيد بيعمل حاجه ثانيه مهمه جدا. ايه هي؟ اسيد يعني هيدروجين ولا لا؟ اي امونيا تطلع في الكولون هتتاهم على الهيدروجين تبقى امونيوم هتبقى ايه؟ والامونيوم لا تمتص تنزل في الصور
كده اي امونيا طلعت في الكولون لما تنزل في الدسور ما يحصلهاش ابزوربشن، ما تروحش في الدم. لاكتيك اسيد يعني هيدروجين يتحد مع اي امونيا لوكالي ان ذا كولون، مفهوم ولا لا؟ وبالتالي تحول الى امونيوم وده ينزل في الدسور. يبقى اللاكتيك اسيد هيعمل ايه؟ هيموت البكتيريا، ينهبت الدايجستيف انزايم بيعمل لي ضيعية، تحول امونيا الى امونيا مش في نص الاسطول، مفهوم ولا لا؟ دي حاجة هقولها وأرجع على الله، ربنا بيوصلها برضه مع العقل. لما امونيا تنزل في الاسطول يبقى الليفل بتاعها في الكولون اي امونيا في الفوتر زيت يحصلها باد ديفيوجن. انا قلت يعني الامونيا كانت بتطلع من الكولون على البعض ولا لا؟ دلوقتي الامونيا في الكولون قلت ولا لا؟ ايوه. فالدم اي بكتيريا سوري اي امونيا فيه يحصلها ايه؟ ترجع تاني للكولون تلاقي الهيدروجين مستنيه راح ماسك فيها تبقى امونيا وتنزل، بيسموها جي اي تي دايلسيس. انت بتاخد من الدم التوكسنز مش كده ولا لا؟ كده بتعمل ايه؟ ومين اللي بيعمل بهارس انت اللي بتعمل ايه بقى؟ جي اي تي. كل الكلام ده مين اللي عمله؟ عشان كده البكتيريا بتاع زمان كان اسمها لاكتوباسيلس اسيدوفيلس وبطلت عشان طلع لاكتيلوز. البكتيريا كان بيستخدم زمان كان اسمها ايه؟ لان كانت بكتيريا بتطلع لاكتيك اسيد، فاضطرنا نستعملها ليه؟ لاكتيلوز. فاهمين ولا لا؟ ده اهم دولة في السوق اللي الازازه بتاعته خضراء كبيره، وليه واحد صغير اسمه دوفلاك برضه. يعني لاكتلوز ده موجود في السوق لاكتلوز، السوق اسمه لاكتلوز او اسمه دوفلاك، مفهوم ولا لا؟ طيب ايه تاني نعمله؟ ايه رايكم نتعامل مع بقيه الحاجات بقى؟ يعني انا اشتغلت على البكتيريا بطريقتين، على البروتين بطريقتين، على الاثنين اشتغلت عليهم بطريقتين. تعالوا نشتغل على الباقي. امونيا اشتغل عليها ازاي؟ اولا افويد ترانسفيوجن اوف الصدفة، ما يجيش عيال ليفر سيلز هنا وتنقله الصدفة، منطقي ولا لا؟ ثانيا في دواء اسمه ارجينين سوربيتول، اسمه ايه؟ يحول الامونيا الى يوريا. اخوه اللي بيستخدم دلوقتي اللي هيبقى ميرس اسمه ايه؟ اللي هو ال اورنيثين. اللي هيبقى ميرس برضه بيحول امونيا الى يوريا. فبقى عندنا ارجينين سوربيتول وعندنا اللي هيبقى ميرس اللي هو ال اورنيثين بيحول الامونيا الى يوريا. طبعا الدواء ده اللي بيستخدم في عيالين عندهم هنا للبرمه. ليه؟ هيحول امونيا الى يوريا. طب وبعدين؟ لازم تبتدي تمثلها عشان تنزلها في البول. فاهمين ولا لا؟ يبقى الامونيا اشتغلنا عليها ازاي؟ ما عملناش ترانسفيوجن ستون وندي دواء اسمه ارجين سوربيتول او ايبامير اللي هو فيه البرانش تشين امينو اسيدز. بندي العيان برانش تشين امينو اسيدز انتروفينوس، مش كانت مشكلة ده بقى البرانش تشين؟ بنديهم برانش تشين انتروفينوس او لا اسمه ان هبا، ان ده رمز امينو اسيد هبا عشان عينين ليفر هيباتولوجي يعني، فاسمه في السوق ان هبا. دي برانش تشين بنديها انتروفينس. احنا بنديها ليه؟ عشان تطلع ايه؟ هذا ايه وايه؟ قالك طب ما تدي ايه دوبا؟ يتحول الى دوبامين في البرين ولا لا؟ ايه اللي دوبا او برومو كريبتن اللي هو دوبامين اجونست. مفهوم هذا ولا لا؟ كل كده احنا ماشيين تبع تيرو. الصفحه دي. طيب. عندنا بقى بنسو تاسبين لايك ماتيريال
عشان تفهموا كيف؟ لا في البنزودايز بي لايك ماتيريال هنتعامل معاها ازاي؟ الانتيدوت اسمه فلومازينال. بص يا اولاد القصه دي ظهرت سنه بالظبط 92 موضوع البنزودايز بي انتاجونست. عشان تفهموا النعمه اللي انتوا فيها ايامينا طبعا ما كانش كمبيوتر والنت والكلام ده خالص. ولما نحب نقرا بيبر كنا علشان نطلع بيبر بنروح لمركز اسمه نامر مركز استخراج امريكي يعني. دول الحتت اللي كان فيهم كمبيوتر في مصر تديله اسم البيبر اللي انت عايزها ويجيبها لك. كان بيجيب لنا بيبر ب 30 جنيه بيبر اللي هو انتر برايفت انتر بيجيب 2000 بيبر. انا كان بيبر ب 30 جنيه الكلام ده سنه 92 مرتبي كان 230 جنيه البيبر الواحد كان ب 30 جنيه طبعا البيبر ما كانتش ايه كان بتتاكل كنا بنحفظها لان غاليه وكنا عايزين نتعلم فكنا ما كانش في ايدينا كل الفاسيلتيز اللي عندكم دلوقتي. مع ذلك بتستخدموها في الشاتنج فيسبوك شويه حاجات كده مسخره مالهاش اي لازمه وتقعدوا بالساعات كل اللي بتعملوه بتتباعوا على بعض واللي يخش يعمل قول ويعمل لي مش عارف الناس تقعد تشتمه وهو يرد عليهم الشتيمه وبعد كده يتخانقوا ويقفلوا الكمبيوتر وتبقى مسخره ما يعني ما اعرفش الا لو حد منكم حتى فتح على جوجل شاف بروسيجر بتتعمل شاف عمليه شاف تكنيك بيتعمل مره واحده وخلاص وحرمت صح؟ وقبل الشياره فانت عشان كده بصيت عليها يعني بص يعني بالصدفه والله لو كنت عارف ما كنت فتحتها صح؟ اه برافو عليك يلا اللي انت انا ابو زباله بص على طول انا عارف والله العظيم مسخره بعيد عني. المهم القصه دي صارت في الخيال وكان في بيبر كانت طالعه وبالصدفه ضحكه كانت الجامعه عملت ديل مع نمر ان نواب الجامعه يدفع 90 جنيه كل شهر ويروح ياخد البيبر اللي هو عايزه Unlimited. فكان بالنسبه لنا بقت يعني كنا بنرقص في الشارع 90 جنيه في الشهر وتروح تجيب البيبرز اللي انت عايزها وتقعد هناك وتفتح الكمبيوتر وتخش على اللي انت عايزه من المجالات الامريكيه اللي عندهم يعني كانت فظيعه فبالنسبه لنا كانت يعني حاجه لا تتخيلوها. وكنت لسه مشترك في الموضوع ده فكنت رايح مقيم بقى 90 جنيه قاعد بقى حتى لو ما بقراش انا هدفع 90 جنيه كتاب ما كنت بقعد هنا. فجت قدامي البيبر بتاع الفلومازينال اللي هو بيزد على سبين انتاجوس عينين هيباتيك انفجرات بالصدفه البحته والله العظيم لقيت تاني يوم حمايه بتتصل بيا لسه متجوز وكانت راضي متخانقه معايا علشان 90 جنيه 90 جنيه احنا وانت مرتبنا في 230 ازاي يعني؟ قلت لها لا العلم اهم انا هعيش طبيب واموت طبيب تحت اي مؤثرات خارجيه. فلقيت حماية بيكلمني بيقول لي الحاج محمد واحد صاحبي جاله غيبوبه وداخل مستشفى ال محمود. مستشفى ال محمود يا اولاد دي مستشفى تحت قبلي عارفينها؟ هي مختفية أصلا ما تنفعش مستشفى أساسا اللي هي جنب البنزينة اللي موجودة على الكورنيش مستشفى كده ما أنزل الله بيعمل سلطان. أنا حتى في دماغي قلت ليه يعمل كده صاحبي؟ بس يعني إيه؟ قلت يمكن صاحبه ده غلبان معرفش فلوس عشان كده دخل المستشفى معفنة. فقلت له حاضر أنا جاي لحضرتك حالا رحت لقيت واحد زميلي ما بطش في الأي سي هناك فدخلت بقول له يا أسامة قال لي إيه بس كنت في قلت له لعبت كل الالعاب؟ قال لي لعبت كل الالعاب. اديت كل الشامبوهات؟ اديت كل الشامبوهات بس مش راضي يفوق. اداله كل الحاجات دي بقى. قلت له طب وبعدين انا راجل وانا داخل يقول لهم خلاص محمد جه. حمايه وانا داخل يقول اهل العيال خلاص محمد جه. اطلع اقول له ايه؟ قال لي وانا عارف عملت له كل حاجه عامل له ايه؟ قلت له بص يا اسامه في موضوع حاجه اسمها فلومازينال لسه طالع جديد عايزين نبات كيكي فلوس. قال لي وحياة ابويا ما اعرف عنه حاجه. قلت له طب ما تيجي نجربه. قال لي جربه وانت انا ماليش دعوه. قال لي وانا اقول لك احنا نديهوله لو مات هيموت وسنه معاه. قلت له توكلنا على الله.
قلت له حتى شكلهم غلابة فمش عارف الزبون. الأبول كان 900 جنيه يعني. وراح فطلعت واقف حماية وأخوه، فأنا قلت لأخوه قلت له محتاج دواء بس غالي شوية علشان ما يطلع الصواب. قال لي اكتبه لي يكون عندك. رحت كاتب طبعا أنكزيت، هو اسمه في السوق أنكزيت، كتبت أنكزيت وطلبت منه ثلاث أمبولات. طبعا قلت هقف مع حماية، قلت هقف مع حماية شوية ومش هعرف الراجل يجيب الدواء، وبقى أنا كده عملت اللي عليا وإيه وأمشي. مفيش ربع ساعة لقيت الراجل جاي وجايب خمس أمبولات. بقول له أنا طلبت منك ثلاثة، قال لي الاثنين احتياطي يعني. أهلاً. قلت خلاص بقى، فداخل عشان ادي الدواء لقيت اخوه ومراته وحماه داخلين معايا. ما هو كده مش هيموت وسلوا معاه. وادور على زميلي اسامه لقيت مفيش. خلع يا جزمه. طبعا وانا بدي الدواء مفيش ايه في القران ما سمعتهاش، بس وانا بدي لقيت عادي راح قاعد بلوم انا فين. اولا مراته طلعت تجري بتعيط، اخوه الله اكبر جاب اتدان السيده، حماه بقى طال طلع له جناحين وطار. يا عم انزل، قال لك شفت جوز بيت يا ابني شفت بقى بيحيي الدواء العيال قاعد يا عم خلاص، قال لك ابعد يا جوز بيت يا شفت يا عم بس انزل بقى خلاص بقى، قال لك لا شفت هو بيدي الدواء العيال بيقعد. طبعا عارف الكاسه مش كده، الكاسه ان اسامه ظهر لقيته بيقول لي على فكره الدواء ده ما بيقعدش اكتر من ساعتين. قال له يا اسود، قال لي اه والله مكتوبه في الفكره الله يخلي فيك. قلت له بعدين، قال لي قلت له ادوله انفيوجن، قال لي انفيوجن بيعمل كونفانشن. المشكله في الدواء اللي هو شورت اكتنج، والمشكله انك لو علاجته انفيوجن هي ممكن كونفانشن. قلت له ياخده ياخده كونفانشن كونفانشن، العين ده لازم يفضل فايق. قلت له فعلا انفيوجن، بس ربنا سترها تاني يوم ما حصلوش كونفانشن، بس هو بيعمل كونفانشن. ولما رحت طبعا داخل فلقيت حماه بيقول لي، طبعا دخلت لقيت يعني ولا رئيس جمهوريه داخل، لقيت اهل العيال كلهم راحوا واقفين وباشا باشا 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 يعني وانا داخل جوه. فلقيت حماه واخدني على جنب بيقول لي اخو العيال يعني بيسال اتعبك كام؟ فانا قلت في دماغي يعني ناس غلابه وبعدين يعني راجل صاحب الحمايه وقدي راجل برستيج. قلت له لا يا حماية مش ممكن اخد مصلحته. قال لي انا قلت لهم كده برضه. عيبني. حتى اخوه هو بيكتب الشيك انا قطعته. قلت له بيكتب ايه؟ قال لي بيكتب الشيك. قلت له الشيك ايه؟ قلت له بيكتب الشيكات؟ قال لي محمد اللي جوه ده عنده اربع مصالح. قلت له ايه اللي جاب المستشفى المعفنه دي؟ قال لي لا هي مستشفى قبلها بس وكنا هنقله بعد كده. بس مش شيك. من باب المعلومة بالشيء يعني. شيكة بكام؟ من معرفة بس. هو شيكة بكام؟ قال لي ب 5000. قلت له ليك بنت يتغطى عليك. رجعت لها البيت. قلت لها باباكي عمل كذا كذا كذا. قالت لي أنا غزال. إحنا مرتبنا كان 230 جنيه كل واحد. من يعني 5000 جنيه. نزلت وساعتها ثبتها بصراحة. دي تنفع، هذه الزوجة الأصيلة. بعد كده قالت له مش أنت قطعت الشيك هاتهم. قال لها قالت له صاحبهم أنت. تقطع الشيك بتاع إيه؟ أنا رحت أجي لها حد الكلام ده. ساين سسبكت. ساين سسبكت مش عارف إيه اللي بتدفع لي الاشتراك يعني. بقول لك حد خلاص الاشتراك اتأخر يعني واحد معاه. فساين سسبكت. وممكن معلومة على الطاير كده. على فكره الراجل ده بعد كده عمل ليفر ترانسبلانت في الصين. والراجل ده انا فضلت ماسك الفيزيشن بتاع المصانع بتاعته لمده 4 سنين وانا نايم. اكشولي ما كنتش بروح المصنع الا مره في الاسبوع. كان مرتبي 600 جنيه. اللي هو ثلاث اضعاف مرتبي في القصر العيني يعني. ساينس دار ستي بس اتعلم واتعلم كتير هيجي لك فلوس. الفلوس جايه جايه. ايه لا مش. جايه جايه مع ان دلوقتي انت متخيل ازاي لك يا حدي هديك ما حدش هيتابع ولا تحت بس اجتهد يعني هدي لك الفلوس وهتوصل في الاخر الفلوس دي مش هي القصه يعني مش هي القصه بس انت مش قادر تتخيله برضه لا هي القصه احنا عايزينها ومالكش دعوه يعني بس مش هي القصه لكن هتيجي بس ايه براحه وما تجيش ورا لو جيت ورا مش هجيبها
اضربها جزمة كده تيجي ورا فنشر ما تفعلهاش فنشر وبيعها لا لا يعني جيتي ما تجيش طالعه من بديل واشتغل اسعى وخلي سعيك لله وان انت تبقى مبسوط باللي انت بتعمله تبقى انجوي وات يو ار دوينج حتى لو حاجه بسيطه بس يبقى انجوي شو عم كان الحاجات بتجي لك وانت يعني مش عامل احسن مش عايز مش فارقه يعني مش هتبقى مهمه فبلومازينيل كدواء بيزو دايسين انتاجونيست ولا بتفرق معاك في حاجه كانت محكي قصص اول ما قالب على العين يقول لك اخلع ارجع تاني زي ما كنت الفلومازينيل او الالكزيد كدواء اي نعم بيفوق العينين بس دي مشكله شورت اكتنج ولو اديته انفيوجن طب هاي الكريمه هيحصلها بوتاسيوم وهتقويت الالكالوس طب عملت كل ده فشلت كل ده فشل هنعمل ايه بقى؟ كأن ليفر ترانسبلانتيش دخل بالكافور اجيب له كبدايه وروح راجع وحاططها له اكيد هتحط في ويتنج ليست ولا لا؟ طب هسيبه مرمي كده عبال ما الاقي له كبد؟ طب نعمل ايه؟ ارتفيشال ليفر تقولي دي واحد انت اول كلمه ابتديت بيها امبارح وخدت دخل دمعة ايوه ان ده ما فيش عندنا ارتفيشال ليفر هنستخدم ارتفيشال بايولوجيكال ليفر هو مش ليفر مش سوري مش ليفر صناعي احنا بيجيب اولاد تيوبس والتيوبس دي بنبقى زارعين جواها هيباتوسايتس ليفر سيل نجيب دم العيان نعديه في التيوبس الهيباتوسايتس تاخد التوكسين وارجع الدم للعيان زي تعرفوا بس خد بالك انت هنا مستخدم خلايا دي بقى تصايد ده مش ارتفيشال كولومز جواها هيبقى تصايد عاد فيها الدم تاخد منه التوكسين رجعوا العيان دكتور يا دي نفس اللي بتعمل دي اسمها ارتفيشال ليفر ارتفيشال بايولوجيكال ليفر لان ده مش صناعي الجلسه ب 15000 جنيه ولازم تتعمل ديلي لغايه ما تزرع للعيان موجود الجهاز موجود وما بيستعملش لان الجهاز غالي جدا المارس اسمه الجهاز اسمه مارس على الجهاز موجود في معاد القاضي مسلسل ما بيستعملهوش ما حدش بيستعمله غالي جدا على فكره الجهاز ده جاب بلاش يا بولسان طويل يعني مالكش لازمه الشركه اديته ليه القاضي بصراحه ببلاش وهما يشتروا كده الشركة لو عايز سيادتك اجيب لك جهاز هجيبهولك ببلاش بس سيادتك تشتري كده الشركة اسم الشركة هي ده المكتب بتاع الشركة هما كانوا فاكرين لما هحطوا الجهاز بتوع فرق المساعدة هيسلسلوا ما دام هي ابو بلاش ودي فلوس كتير يجيبوا الكيس لكن الناس في الصحراء استغفر الله العظيم يا رب يلا هو والله يبقى فايق انتوا ماشيين بمنهج معين لطيف ربنا يعينكم والله يا ولاد انا فعلا حاسس بيه يعني قضيتوا على الشرطه دخلتوا على الجيش داخلين على القضاء ربنا يبارك لكم ربنا يبارك لكم ربنا يبارك لكم مش عارفين اقول لكم ايه نعم ايوب ايه ايوب النت مش فاهم المفروض اعمل ايه انا دلوقتي اولع في النت يعني انا معجب فيكم جدا والله لا بتركيب ومنهج والله لو اسرائيل ما هتعمل اللي انتوا بتعملوه ده يعني اسرائيل فعلا انا مش مستغرب هتحاربنا ليه وانتوا موجودين ربنا يبارك فيكم والله شرطة بعدين دخلتوا على الجيش وبعد الجيش دخل على القضاء منهج رائع بتخطيط عالي المستوى عمري ما شفت احلى من كده الله السماء لو عرضوا عليا نايم بلقمة عيشي نكون موافق السنة دي لو تعرض عليا اشتغل في اي حتة نايم مش كنت بفضل نايم بلقمة عيشي اقسم بالله اسيبها واسيبها
انتوا ده تستحقوا ان يقعد معاكم الناس المحترمه ده تستحق. لا يستحق ان يبقى هنا الناس المحترمين. اي محترم لازم ياخد نفسه ويمشي ويسيبها بس فول ستوب. لا يبقى فيها بني ادم محترم ياخد حاجته ويمشي. لكن البقاء وسطكم بهذا الفكر الهدام للبلد هتتهان والبلد هتقع وانت مش عارف تعمل حاجه بتتفرج عليه. هتقع بيك وان شاء الله. يعني انت عايز تزودها يعني انت البلد دي هو كل ما حد يتكلم معاكم يعني هو الاقتصاد مش واقع. تقول الاقتصاد يا ابني بيقع يقول لك يعني ما كانش واقع. ايه اللي يحصل لما يقع زياده شويه؟ ايه هو ما كانتش حقيقي مش عارف ايه؟ ما اكمل انت بقى جو هيد زود عليه يا ابو ماضي يا ابو سطوي. يقول لك مش كده انا بقول لك اهو اقسم بالله يا ابني انا غلطان انا مش عارف انا اسف ليك انا سوري. لا لا جو هيد هداها زي ما انت انت لا لا هتهداها خليك قاعد هذا الموضوع لك يعني ما كانتش بايظه قبل كده. لو بوظت شويه احنا انتوا بوظتوها 30 سنه نخش نبوظ شويه احنا اشمعنى احنا؟ جو هيد يا ولاد جو هيد. لكن اقسم بالله انتوا ما عارفين الجامعه بيحصل فيها 3000 استاذ السنه دي مشوا 3000 استاذ من الجامعه سابوا البلد وبعقود اقسم بالله نص اللي كان بيتعرض عليهم قبل كده وقف. اقسم بالله نص اللي كان بيتعرض عليه بال 50000 ريال اتعرض عليه 25 واحد وسام 3000 استاذ السنه دي 3000 استاذ السنه دي والبقيه تاتي البقيه جاي. اسم طب الحالات حاجة في القصر العيني بقى فيه أربعة طنفار اسم تعرف أربعة أربع أساتذة الباقي كله سافر. انجوي جوي مالكوش دعوة هتفق معاك وزير اساسي يعني اصل يعني الناس اللي عارفاهم في الاسم ده بالذات موجودين. مين؟ علي عبد الفتاح حسن خالد اشرف احمد عبد العزيز بس الباقي كلهم عشان مش عارفين مش اساتذه شو موافق ده على المعاش احمد موافق ده مش ده ما وصلش استاذ مساعد اصلا احمد موافق خدش استاذ مساعد اصلا ده مدرس تكلمي على مدرسين بقى اطفالنا الصغيرين بيجوا حوالينا. ايوه احنا الوضع ده بينه وبينه ست سنين. اه طب بالنسبه لي تاكيد بالنسبه لي طب دخل عليا وهو نايم. ف لا دول الصغيرين ده لسه الجيل اللي طالع الاجيال الكبار خلاص. على فكره عشان تبقوا عارفين يعني احنا انا مش بقول لكم الكلام ده عشان حاجه بس يعني انتوا اولاد هتوصلوا في البلد دي لان احنا هنسيبها في ايه؟ كل الاماكن مفتوحه. فانا عايز اقول لك ان المستقبل قدامك والانجوي اقعد خلاص كلماتك انكفلونت على سيكوكو بس يعني كلماتك انكفلونت تلقاني بيكو فهزه كان لازم اقول لكم الكلمتين دول. بعد ما خلصنا سي ان اس احنا قلنا امبارح ان بيبقى عيان عنده ايه؟ الحته دي بتعمل ايه؟ طيارية بيعمل ايه؟ فيفا كان عنده فيفا ليه؟ فايروس بعدين بكتيريا انفكشن وبعدين الاي ايه؟ ايه الكلام اللي مش سامع؟ جوندس قلنا زاتيلازما قلنا ايديما في الهايلاند طب بروجكتايل هيموجيز كايزر فيشرين معانا ولا لا؟ نون انا بيحصل فايروس هتيجي الاثايتس زائد تايفون ولا لا؟
مش كده ولا لا؟ وايه تاني؟ هو الفيوجن والاسبارات مصر بيحصل لها ويكنس لها حصل لها اتوتي وبيحصل هيباتو بالمونري سيندروم اللي هو اللي بيتفتح شنط بين العصب والبين الهارت وده بيحصل هايبر دايناميك سيكريشن نتيجه الفاز على الانتيريور. وقلنا ايه العلاقه بين الهارت والليفر؟ ان الهارت ممكن يبقى سبب في الليفر سيلفيجن وان في ديزيز تضرب الهارت اند ليفر ات ذا سيم تايم زي الهيموكوماتوزز زي الاميلودوزز زي الالكوليزم. مش كده ولا ايه؟ الابدومين اتكلمنا عن الجي اي تي قلنا في الاول كافيتي هيبقى عندهم بيتر هيباتيتس كان ديفييت ريد جليز تانج بليدنج جام هارو اوسوفيجس بيبقى عندهم كان ديفييت استومك يجي لهم بيبتيك اوسر الليفر ده المفروض يكسر كاسترين الليفر المفروض يكسر حاجه اسمها ايه؟ لو ما اتكسرش هيزود الاسيدتي ويعمل لك بيبتيك يبقى عينين الليفر سيلفين عندهم هاي انسولنس اوف بيبتيك اوسر. مش كده لا؟ المنطقه دي بقى في الاسايتس بلد ده تاني سؤال نظر بقى سؤال نظر كان يبقى دي كانت فرضة في الثاني سؤال نظري أفايت مصيرة الأفايتس في العينين النيفر السيلفي الاسايتس بيحصل ليه؟ اول كلمه تطلع من بقك هايبو البيومينيا. العين ليفر سيل فين ما بيصنعش قلب مفقود؟ بما ان القلب من قليل في الدم بيقلل الاوزموتيك بريشر فبيشرح ميه. هنا بيتسال سؤال مشهور قوي يقول لك تسمع عن حاجه اسمها البيومين بريشر والاسايتس ثريشولد ونوعها ايه؟ يقول لك يعني ايه؟ يقول له البيومين ثريشولد هو الليفل اوف البيومين بلو ويتش اسايتس ستارتس تو فور. يقول لك كام؟ يقول له ثلاثه دي النورمال البيومين من 4 ل 5 زي ما احنا عارفين من امبارح. كان 2 3 4 5 6 صح؟ الالبيومين كان كام؟ 4 5 امتى يبتدي يحصل اسايتس؟ لما يقل عن 3 دي اسمها اسايتس ثريشولد. ما ايه؟ او قلب من بريشن مفهوم ولا لا؟ حلو. المايه هتشرح ولا لا ولا لا؟ ايه اخبار البطولي؟ مش سامع. بطولي من اسم يبقى تامر راح يكيل. ها؟ يطلع غني. انجو تنسل. عرضه يعمل صوته وطلع تمشي. ثانيا البطول ميال يطلع انتي بايوتيك هرمون الانتي بايوتيك هرمون يعمل ووتر ريتنشن. خد بالك انا عملت ريتنشن للووتر مرتين وعملت ريتنشن للصوديوم مره واحده فالعيال دول بيبقى عندهم دايلوشن اند هايبوناترين الميه ريتين مرتين عندي ميه كتير قوي لكن الصوديوم ريتين مره واحده عندك دايلوشن الكالسيوم بقى ان الانتوستيرون والانتي بايت هم بيكسروا في الليفر. وبما ان الليفر بايظ ما يتكسروش فيفضلوا شغالين فتره طويله. وتقول في حاجه كمان تعملي اسايتس ايه هي؟ بورتال هايبرتنشن مين قال؟ برافو عليك. البورتال هايبرتنشن بيشارك في الاسايتس مينيمال. الكونتريبيوشن بتاع بوتر هايبرتنشن والاسايتس از مينيمال. ليه بقى؟ بص لي هنا البريشر نورمال البوتر بين من 5 ل 8 ملم مركب يوم ما يبقى 10 ده يبقى بوتر هايبرتنشن. تفتكر البريشر 10 مش هاخد ميه؟ تفهمني ولا لا؟ واضح؟ لكن البوتر هايبرتنشن مهمه في العيان ده بيكوز ات از لوكاليزنج فاكتور. يعني ايه لوكاليزنج فاكتور؟ يخلي الميه تتجمع مني في الابدو. يعني بصوا يا ولاد الهايبو البومينيا موجوده في الجسم كله ولا لا؟ الجسم كله
أنتوسير يعمل صوت الوتر ريتنشن في الجسم كله، يعني تدعيات كورمون يعملوا ووتر ريتنشن في الجسم كله، لكن الأبدومين فيها ميت عن الجسم كله ان فيها عنصر زيادة فوتال، ده بيخلي المية تبتدي في الأبدومين، عشان كده عين الليفر سيلفي لما بيبتدي يبقى سايتس. عشان كده عشان كده بيتقال على التوتال هايبرتنشن الوكالايزنج فاكتور، بيخلي الفلوس يتجمع في الابدوم النيجي في عينين اللي عندهم ليفر سيلفي. مفهوم ولا لا؟ كفاكتور يعمل اسايتس؟ لا، فاكتور ضعيف عشان يعمل اسايتس، فاكتور ضعيف يعمل لك اسايتس، لكن الوكالايزنج فاكتور معايا. النقطه الثانيه بص، تبقى المشكلة حاجة تانية. الليفر لما يحصل فيه سيروسس، لما يعني بيحصل فايبروسس، الفايبروسس تأثر الليمفاتيك بتاعت الليفر. وفيها الليمفاتيك بتاعت الليفر فايليتي وبترشح مية. بترشح مية على السيروسس بتاع الليفر. بتقعد جراحة لطاف، أطفال أحباب الله. لما فتحوا العيانين عندهم سيروسس، لقوا الليفر عمال بتقع من عليه نقط مية. فقال لك عليه ويكنج ليفر. ينوح على حاله، يعني الليفر بيعيط عشان عنده سيروس. ده بتاع الجراحه لما شاف النقط دي، فكر بتاع الجراحه شاف نقط نازله من على الكبد، فقال لك ايه؟ الليفر بيعيط عشان عنده سيروس. اطفال احباب الله بتوع الجراحه ملوش دعوه بالطب، هو شاف ويمنج ليفر. مفهوم ولا لا؟ ده نتيجه اوبستراكشن اوف واتر. بص حاجة تانية بقى، هل في أسباب تانية تعمل أسايتس في العين ده؟ تي بي بيرتونايتس. العينين دول الإميونيتي عندهم قليلة صح؟ والقليلة تخلي يعني لي تي بي بيرتونايتس إن شاء الله. كمان كانسر، العينين دول بيجي لهم كانسر؟ بيجي لهم هيباكسل كارسينوما، وده يعمل مالينجنت أسايتس. لكن آخر واحدة لازم نتكلم عنها بالتفصيل، اللي هي سبونتينوس باكتيريال بيرتونايتس. اخر واحد يعني نتكلم عنها بالتفصيل اسمها ايه؟ سبونتينيوس باكتيريال بيتريتس. يعني بقى مش هيجي يسيب الكتاب، ايه حكايه السبونتينيوس باكتيريال بيتريتس؟ معايا ولاد؟ حكايه السبونتينيوس باكتيريال السبونتينيوس باكتيريال بيتريتس عباره عن ايه؟ البني ادم الطبيعي الطبيعي الكولوم بتاعه بيحتوي على حاجه اسمها ايكولاي. الايكولاي بتعدي كولوم عشان توصل لمين؟ للبيتونيه. بس انا وانتو في اميون سيستم مستنيها. اول ما تعدي الكولوم وتوصل للبيتونيه يروح ايه؟ طيب مفهوم ولا لا؟ تعالى بتاع الليفر سيل تريد. عين الليفر سيل الايكولاي تعدي كولوم وتوصل للبيتونيه، بس مفيش اميون سيستم. يعني يجي له بيرتونايتس بيسموها سبونتينيوس باكتيريال بيرتونايتس. سبونتينيوس سماها حصلت من غير اورجان بيرفويشن، ده البكتيريا عدت الكورة. معاه ولاد ولا لا؟ سبونتينيوس باكتيريال بيرتونايتس. So spontaneous bacterial peritonitis occurs when the E. coli translocates to the peritoneum from the colon in the absence of adequate immune system. معاه ولاد ولا لا؟ السؤال بقى، العيان اللي عنده ليفر سيلفيلا لما الاي كولاي توصل للبيتونيوم هتعمل ايه؟ بيتونايت. حلو. العيان مش تيجي بيه فيفر، ابدومينال بين والجز وتندر، مش معاه ولاد ولا لا؟ بس الاهم من كده ان هتلاقي العيان عنده هيباتيك انفلاما، لان ده انفكشن، ده من ضمن البريستيتنج فاكتور. مش بس هيبقى عنده هيبات انفلام، هتخش حاجه اسمها هيبات رينا سندروم هنتكلم عنها دلوقتي ان شاء الله. يعني ما تبقاش القصه بس شويه ابدور البين وتنس وجيب، يبقى عنده هيبات انكيفالوباتي، عنده هيبات رينا سندروم وما هنشوف ان شاء الله. معايا؟ طيب انفستيجيشن هتعملوا ايه؟ سي بي سي حلايا ماشي حلو. ليكو سايتوز هاخد عينه منين؟ لا والنبي رد عليا. اسيدك دول لما اخد عينه من اسيدك دول هلاقي مليانه ليكو سايت اكثر من 250 في المللي.
دي علامة ان العين عنده ايه؟ بيتولايتس. السؤال مين اللي قال ان دي سبونتينوس بكتير بيتولايتس؟ ليه ما يبقاش عين ليفر سيمتي وجاله بيتويتد ابندكس؟ ليه ما يكونش عيان عنده ليفر سيمتي لو جاله بيتويتد جاست كالتشر؟ كالتشر استنى سيب الكالتشر. بصوا لا بصوا لا انا عرفت ان ده بيتولايتس عن طريق انا لقيت دي قصص اكتر من 250 مللي. مشكلتي دلوقتي ايه اللي جاب الانفكشن في البيتونيوم؟ هل دي سبونتينوس بكتير بيتولايتس ولا بيتويتد فيسكس؟ هو مش كله ليفر سيلز هنا جاي يعني يجيله بيتويتد ابندكس. الفرق ازاي؟ ابص تحت الميكروسكوب لو لقيت اي كولاي بس يبقى دي سبونتينوس بكتير بيتولايتس، لكن بيتويتد فيسكس مش هيطلع اي كولاي بس. فاهمين ولا لا؟ هتلاقي بلاوي بقى بكتيرويدز وكلام. يبقى خد بالك سبونتينوس بكتيريا بيتولايتس از سنجل اورجانيزم بيتولايتس. سنجل اورجانيزم بيتولايتس مش هلاقي في العينه غير جاست اي كولاي، لكن لو لقيت مالتي مايكروبيال ده يبقى بيتويتد فيسكس. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ التريتمنت بتاع سبونتينوس بكتيريا بيتولايتس انك تدي ثيرد جنريشن كيفالو سبوي، بتدي ثيرد جنريشن كيفالو سبوي. مفهوم ولا لا؟ هندي ثيرد جنريشن كيفالو سبوي كلافران سيبوتراكزون او سيبوتاكسين. ففي قاعده اولاد معروفه once spontaneous bacterial betonitis always spontaneous bacterial betonitis. وجود spontaneous bacterial betonitis بيقول لك ان الليفر ده ضايع، الليفر ده انتهى. مفهوم ده ولا لا؟ وان معناه ان العيان ده محتاج ليفر ترانسبلانت از سون از بوسبل. لانك هتعالجه من سبونتينوس بكتيريا بيتولايتس اسبوعين ويجي لك تاني. اسبوعين ويجي لك تاني. مفهوم ده ولا لا؟ اسبوعين وهيجي لك تاني. فلازم يزرع له كبد. It's a very bad prognostic marker. وراح لا 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 خالص العالم نو يوسلس ماشي يا ولاد. انا هجيب لكم واحد بالتكتيكوز المره الجايه وكل واحد ياخد مجلعه وهو خايف. في عيال فاكرني بشرح بجد. كل اللي انا بقول ان انا هديكوا لاكتيلوز ده معناه ايه؟ تعرف فيه صح؟ انا متاكد والله. انفستيجيشن انا عندكم انفستيجيشن صح؟ انفستيجيشن. Anyway الابدومين يا اوجن تاني مهم قوي كيدني. يا اوجن تاني مهم اسمه ايه؟ الكيدني اللي هي بتجيب ايه دي؟ بول. اه الكيدني العينين دول بتضيق. اولا بتضيق حاجه اسمها هيباتورينا سندروم. ايه بقى الهيباتورينا سندروم؟ اسمع ايه؟ هقول لك تاني بحاله واحده ان يا خابي وانتم مبسوطين. وانا ميكي مصاب يعني حاجه بس مش عارف ايه. انا ميكي مصاب بسامبلينج بس انا مش عارف. مش انتم مبسوطين؟ انبسطتوا بالدنيا. يلا بص يلا ولا هيباتو رينا سندروم. هيباتو رينا هيباتو رينا سندروم by definition it is an acute renal failure that occurs in a patient with liver cell failure. It's an acute
لو سمعت ما تكتبوش حاجه لان انا هديك ورق يا جبات كلها غير اللي مكتوب عندكم. هديك ورقه لوحدها بس انا مستني لما ناخد ورقه فيها مفهوم ولا لا؟ فاستنوا عليا يعني بس اسمع الكلام لان في ورق انت هتاخده غير كتاب ان شاء الله. جبات كلها سندروم is an acute renal failure that occurs in a patient with liver cell failure with a normal renal pathology which means انا عندي ليفر سنتين جالي عنده اكيوت دورت على السبب ما لقيتش حاجه رحت واخد ايه؟ بايبسي بصيت تحت الميكروسكوب لقيتها زي الفل كدني زي الفل لدرجه يا ولاد انه خدوها وزرعوها في واحد تاني الشهر زي الفل وتش مينز المشكله مش في الكدني نفسها المشكله في الانفايرمنت اللي هي فيه انا مش فاهم الانفايرمنت اللي هي فيها رجعت الشهر كويس ولا لا؟ اوكي؟ الهبات رينا سيندروم دي مش مشكله في الكيدني نفسها الكيدني نفسها زي الفل. طب امال المشكله في ايه؟ قال لك المشكله ان لما الليفر باظ الدم اللي رايح للكيدني قليل. طب ليه؟ قال لك ان الليفر لما بيبوظ بيحصل اسايتس ولا لا؟ الاسايتس ده بيزود الانترا ابدومينال بريشر بيضغط على الرينا الضفر يقلل الرينا الضفر. قال لك ثانيا لما الليفر بيبوظ الانترا فاسكولار فوليوم الانترا فاسكولار بيقل ولا لا؟ لان احنا بنرشح يبقى الدم اللي راح للكدني قليل. قال لك لما الليفر بيبوظ بيطلع رينين وانجيوتنسين 2 والبيليروبين يعلى في الدم ودول بيعملوا فاز كونستريكشن في رينال ديسل. وفي نفس الوقت قال لك الجي اي تي الباب ديسل بتاعته دايليتد عندهم بوتال هايبر الدم والبيس يعني هيبقى ستولن من الكيدني عشان يروح لمين؟ جي اي تي. الدم هيروح للجي اي تي ويسيب الكيدني لان الجي اي تي البلد فيسل دايليتد وفي الكيدني البلد فيسل فازكوسيك يعني محصله ان الدم اللي راح للكيدني ليه؟ اسايتس بتزود انت ابدورنال بريشر ضاغط على رينال فيسل. ثانيا يكريز انت فاسكولار فوليوم فده يخلي الدم راح للكيدني قليل. ثالثا وجود انجيوتنسين 2 وجود الرينال وجود الكاتكولامينز وجود البيلي روبر يعملوا فاز كونستريكشن في الرينال بس وجود سلاك ميك فاز دايليتيشن سلاك يعني جي اي تي ودايفيرت بلاد اواي فروم ذا كيدني. واضح؟ يعني معنى كده ان بقت المشكله نقص بلاد فلو للكيدني. معاك يا كابتن؟ هل كل عيان عنده ليفر سيل فيلير عنده اكيوت رينال فيلير او هيبات رينال سيندروم؟ لا which means ان اكيد في ريسيتنج فاكتورز. ايه هي؟ اي حاجه تدخل عيان في هايبوفوليميا يعني عيان الليفر سيل فيلير يبقى الدم اللي راح يبتدي على الحكم ولا لا؟ يا دوبك مكفيها يعني لو عملت هايبوفوليميا لاي سبب دخلت فينا فينا ولا لا؟ ازاي؟ هيماتيرس سيفير فوميتنج او طعاريه باراسينتيسيس سيفير بايرسيس اي حاجه تعمل ايه يا ولاد؟ هايبو مفهوم؟ العيال هيبقى جاي لك بكلينيكال بيكتشر بتاعت ايه؟ تعالينا الفيلير ومانيفستيشن اوف ليفر سيل يبقى الانفستيجيشن تعالينا الفيلير وليفر سيل فيلير بما انكم ما خدتوش لسه لينا الفيلير علشان كده مأجلها بقى غير كدني وديك الورق فاهمين ولا لا؟ وفي نوعين على فكره من الهبات رينا سيندروم في تايب 1 وتايب 2 بس مش هتفهمهم الا لما ناخد مفهوم؟ علاجك لا بص لي هنا علاجك عايز تعمل ايه لكدني؟ هتزود الضغط له اديها ايه؟ شبع زميلكم قال لي حد دوبامين رينا دوز انت عملت ايه؟ عملت فاز دايليتيشن يعني لغيت الفاز كونستريكشن في الكيدني وافا ولا لا؟ طب في حل تاني؟ لو اديت فلوس مش هتفرق لو اديت صلايم هيرشح لكن لو عايز تدي دي قلب القلب مش هيفضل في اليوم ويسحب ايه؟ ميه مفهوم ولا لا؟ يعني انت دلوقتي عايز تعمل ايه؟ هزود الباب فلو للكيدني ولا لا؟ ادي قلب منه زميلكم قال لي طب ما من ضمن الحاجات اللي مقللها بلاد فلو فازو
انا هدي مظبوط عليه تريكيدني اسمه دوبامين. ناحية تانية مش الجي اي تي مظبوط عليه مش ده مادة ولا لا بيرفع الدم من الكدني لما تعمل فازو كونستريكشن في الجي اي تي سوماتوستاتين او فازو كريسين اللي انتوا استخدمتوه في علاج البوتال هايبرتنشن بيعملوا سيلكتيف فازو كونستريكشن في الجي اي تي برح مش منتين طب لو كليتها فشل ده لغاية بعمل ليفر ترانسبلانت مش هعمل رينا هعمل ايه كيدني كومبليت نورمال طيب شايف الكامل ايه ليفر ترانسبلانت واضح ده الهبات رينا وده تقراه بس لان انا لسه هديه لك مختلف لان جابه السنه اللي فاتت سؤال وجاب الهبات رينا السنه اللي فاتت واضح لازم يتوضب بطريقه مختلفه شويه معاك يا باسم طيب بعد كده الجينيتاليا الجينيتاليا ايه اللي هيحصل في الميل اولا الميل يبقى عنده فيمينين ديستريبيوشن اوف هير يبقى عنده سوفت ساوندز وتستيكولار اتروفي وانفيرتيليتي سؤال how to diagnose testicular atrophy clinically لا ده بالاستنس النيرف لكن testicular atrophy ازاي قول له يا بيه لو حسيت التستس لقيتها soft this is atrophic التستس المفروض تبقى firm لو بقت soft يبقى this is atrophic test بعدين ليفر سيل فيلير هيقول لك التستس يبقى فيه عيب فتقول له اتروفيك يقول لك وريني كلينيكالي من غير ما تمسك تقول له العيان تقول له والله يا بيه حلاقيها صوت قالك طب اوكي خلاص فاهمين ولا لا دي الدكاتره هما بيحاولوا يعوضوا فيها معايا يا باشمهندسين والميل اكيد هيبقى عنده جاينيكو مصر وجالك تري الفيميل هيبقى عندها كاركتريا وانفيرتيلتي فاهمين ايه؟ معاك باسل؟ كل الموضوع ده بيبقى سببه استروجين ونقص التستوستيرون على فكره. بس. معاك باشمهندسين؟ ناو بعد الجينيتاليا اللي هو الام كان فيه سكين ولا لا؟ اه قلنا السكين. السكين عايزين نسمعه. بيبقى فيه بالو ولا لا؟ ليه؟ عشان انيميا يا اثنين جوندس ولا لا؟ مش كمان؟ يا دون جوندس الثالثة بقى سبايدر قلنا السبايدر ان فايتل مش غيره يبقى ديول طالع منه دايليتد كاب وان المشكلة بتبقى زيادة الباصص عليه توماتيريا الليفر المفروض يكسر الباصص عليه توماتيريا مش هيكسر معايا فبالتالي ايه اللي يحصل؟ يحصل بقى مفيش كابلس وكابلس سبايدر الدكه في الموضوع ان العيان يبقى بتشوف الابدو يبقى العيان عنده اسايتس وعنده سبينوميجن يقول لك لقيت ايه يا ابني تقول له اسايتس وسبينوميجن يا بيه وشانك الليفر يقول لك كويس يعني العيان ايه تقول له ليفر سيل فين يا بيه انت تقوم بص لي في الابدو من بتاعته في سبايدر نيفاي ولا لا؟ ما تقومش لو قمت هيقول لك كمل سكتك هيقول لك كمل نبالة يعني ما ترجعش ليه؟ قولوا يا بيه السبايدر نيفاي مش موجودة في الأبد السبايدر نيفاي بتبقى above the middle line يعني في هيدا النك والأبر part of the chest في الديستريبيوشن أو سيفير فينا كيبا مفهوم ولا لا؟ يقول لك طب ازاي تعرف ان دي سبايدر نيفاي مش ارسل ناموس؟ قولوا بلانش يا بيه يقول لك وريني هتدوس ازاي؟ هتدوس بسلايد او دبوس؟ مش لازم تنزل انت في دبوس او اي حاجة او شعار وتبقى زي الدبوس لكن حاجة تانية سبايدر نيفاي سبيسيفيك لليفر سبتيليا؟ لا لأن انا بتحصل مع البيجنس مع التايتوس كوز مع الفاميليز ايفن النورمال انديفيدوالز غير سبايدر نيفاي في بالمر
اهو دوس على ايدك جامد تفتح دي برمى الاثنين هتلاقي هنا الهيدز اوف ذا ميتاكاربلز والثينا والهايبوثينا احمر وفي النص دي قلم ده نتيجه للبوست فاليتو ماتيريال هذه كاركترستيك للليفر سيلفيليا لا بتحصل في البيجنسي بتحصل في البايوتكس كوزز بتحصل في النوبة في حاجة اسمها بيبر ماني سكين حرايط عليك فيسلز واحدة أشكال هندسية زي اللي موجودة على الفلوس الفلوس بتبقى الإيجنت بتاعتها فيها أشكال هندسية عشان ما تزورش معايا لكن العينين دول هلاقي عليك فيسلز واحدة أشكال هندسية زي الفلوس وسموها بيبر ماني سكين حد سمع عن حاجة اسمها ديبيتريانس كونتراكشن بالالكوهوليك يحصلون فايبروزز في البلمر ابوليوز اللي اسمها عاملة كده مفهوم ولا لا اللي هي في الديفرنشال عجوز بتاع كروهان عينين الالكوهوليكس بيحصلون فايبروزز في البلمر ابوليوز اوكي نو 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 الكوهوليك ليفر سيروز انا عنده ديفرنشال كونتراكشن اسوشيشن مش عارف هو اللي عمل السيروز طب واحد عنده هيموكوماتوس عامله ليفر سيروس فهلاقي بيجمنتيشن فدي سكيل مانيفستيشن برضه من ضمن سكيل مانيفستيشن كلابنج كلابنج بيحصل مع البرايمري بيليري سيروسس ممكن الاقي وايت نيلز دي كونيكيا نتيجه هايبو البومينيميا ممكن الاقي فيشرينج نتيجة الايرون ديفيشنسي انيميا مش كده رضا ولا لا دي كلها سكين مانيفستيشن تحت السكين في مصر المصر يحصل لها ايه؟ ويست اول مصر يحصل لها ويست ثاني مصر يحصل لها ويست باسترز يس انتوا مش عارفين باسترز مين ليه مصر بيحصل لها ويست؟ لان الليفر عايز يستخدم امينو اسيد في تصنيع جلوكوز ويجيب له امينو اسيد منين بيخلي البروتين في المصر خلاص اوكي ليه بعد المصر في البون معرض ولا لا البون يفكر بالهيماتولوجي بالمرض العينين دول يجيلهم انيميا ولا لا اني نوع كل انواع اولا بيجيلهم ايرون ديفيشنسي نتيجه لان عندهم ريبيت بليدنج الاوسوجيال دايسز البيبتيك اولسر يجي لهم بي 12 وفوليك اسيد ديفيشن عشان ما الابزوربش عشان ما فيش ستورج لا لا يجي لهم هيموليتيك هايبر سنينس عشان هم سنين ميجن يعمل لهم هيموليتيك يجي لهم بورماطيريا ولا لا البول ماوثينيا بيحصل في العينين دول لو السبب هيباتايتس الفيروس هيباتايتس ما بيضربش الليفر بس الفيروس هيباتايتس بيضرب الليفر والكيدني والبول ماو يعني يضرب الكيدني يعمل فيها جلوبينوسايت ويضرب البول ماو يعمل ابلاس كانون مفهوم؟ طب يا اخبار البيت السمك يا اخبار بنت الثلاث ثروموسايتوبينيا عشان هاي فيروس بلنز وعشان بي 12 وفوليك اسيد عشان بول ماوثيريا يا اخبار وايت ديسيز تاني عشان هاي فيروس بلنز بي 12 وفوليك اسيد بول ماوثيريا لما يجي له انفكشن لكن الكوبينيك يعني لا سايتوبينيا يا اخبار كواجريشن عنده بريدنج تنس يتحرق يعني عينين عندهم بريدنج تنس وعندهم دي ار سي لو تبقى قبل كده الليفر مستني اي كواجريشن فاكتور اكتيفيت يبقاش الدم عشان يشيل يعني الليفر من وظائف اللي بص على الدم لو لقى كواجريشن فاكتور اكتيفيت لازم يشيله من الدم ما يسمحش لان يبقى في اكتيفيت كواجريشن فاكتور عمال بيلف ويكتيفيت كواجريشن اول اوفر ولا يحصل دي اي سي طب لو الليفر بايظ
هيبقى في كواجريشن فاكتورز عماله بتلف بتاكتيفيت كلوتنج سيستم يعمل لك جي اي سي. اوكي دي مانيفستيشنز اوف ليفر سيلز. في الصفحه اللي بعدها مكتوب انفستيجيشن شايفينها؟ احنا خدناهم ولا لا؟ خدناهم امبارح. بس لو قلت لك اكتب لي ليفر فانكشن تيست مش معقول هتكتبها في اربع صفحات. يعني مثلا احنا هنتكلم عن ليفر سيروز ماشي؟ حاجه في الانفستيجيشن بتاع ليفر سيروز هنقول لك تعمل لي ليفر فانكشن هتكتب لي اربع صفحات الاولانيين؟ لا هتكتب اللي انا كاتبه لك. انا بختصرهم لك يعني اي عيان هقول لك اكتب لي ليفر فانكشن تيست هتكتب ايه؟ هتقول لي والله الانزيمز اي جي او تي واي جي بي تي والالكلاين فوسفاتيز عاليين. قلب منواط. بلوبلز عالي. بنيروبين عالي وبايبيز. سيركو بايلينجن قليل. يو بايلينجن فاريبل. ترامب وترامب ستايل. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ وعامل لك سونار وعامل لك سي تي وعامل لك الفا فيتو بروتين وعامل ليفر بايبسي. جاست انيميشن فاهمين ولا لا؟ وبما اني عارفكم فانا كاتبهم. لان لو قلت لك انيميشن بتتلخبطوا برضه. طب لو قلت لك اكتب لي تريتمنت بتاع ليفر سيلفيت هكتبه ازاي؟ تفتكر هكتب التريتمنت بتاع الهيباتيك انفلاما والاسايتي والهيباتيك سندروم واقعد اكتب كل دول؟ لا هتكتبها زي ما انا كاتب لك بالظبط. بس ابص ايدك ما تكتبش لوك ابار. انت هتكتبها وخلاص. يعني هتقول عناوين بس. ولا لوك ابار لا. مش دعوة بيه. المصيبة ان يبقى اخر عهد في مصر هو هتبقى جاز. تخيل اخر عهد في مصر دي مأساة. انا ما كنتش حابب يبقى ختمها كده. انا عايز يالا المفروض ارجع في وشك ولا اعمل ايه دلوقتي؟ المطلوب مني يعني رد الفعل بتاع ايه رياكشن؟ ابتسامه ولا ارجع في وشك؟ المفروض ايه؟ معايا بهوات ده الليفر ستيل تاني لما يفتش وايه اللي يجي لازم؟ السي ان اس اسايتس يباتوا ايه؟ الحته بتاع الانفستيجيشن الحته بتاع التيجما هنستخدمها في الديزيز الثانيه. هتكلمكم عن موضوع لطيف جدا ومهم جدا اسمه فالمننت هيباتيك فيلير. ايه؟ بريك سريع. عايزين تاخدوا بريك؟ Thank you.
قوي ان دكتور اشرف من ساعه انا ما قدرتش ورا I'm going to go to the hospital.
انا عايز اقول لك 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 انا عايز اقول
ما عادي بص انا بقى صح صعب ايه هو العمر مؤثر اكثر من السوق مؤثر كتير يعني عشان ده سؤال جاي السنه دي ان شاء الله ده سؤال السنه دي ان شاء الله permanent hepatic pain احنا قلنا علشان العيان يبان عنده manifestation او liver surface area يبقى at least تلتين الليفر باص أتليس عشان العين يبقى عنده مانيفستيشن لو الليفر سيل فيلير لازم تلتين الليفر يكون باص تو ثيرد يبقى باص مفهوم ولا لا؟ السيجوزس عشان يعمل مانيفستيشن لو الليفر سيل فيلير بيحتاج سنين بيحتاج سنين بمعنى السيجوزس عشان يحصل مانيفستيشن ليفر سيل فيلير بيحتاج 15 20 سنه معاه ولاد ولا لا عبال ما يبوظ اكتر من التلتين لكن في ديزيز تضرب الليفر تبوظ اكتر من تلتين الليفر خلال 8 اسابيع تعمل لك مانيفستيشن ليفر سيل فيلير خلال 8 اسابيع ده اسمه بالمنت سو Permanent liver cell failure is manifestation of hepatic encephalopathy that develops within 8 weeks from the hepatic infarct in a patient without a history of liver disease. مفهوم ولا لا؟ عيان الليفر بتاعه زي الفل جاله disease ضعف الليفر خلى العيان يمانيفست في خلال 8 اسابيع يتقال عليها ساعتها ايه؟ مفهوم؟ ايه الديزيز اللي ممكن تضرب الليفر وتعمل دامج بالسرعه دي؟ اشار انفكشن الانفكشن زي الهيباتايتس هيباتايتس A B C D و E يعملوا فورمال كلهم يعملوا فورمال معاه ولاد ولا لا؟ ممكن فاير انفكشن في عيان يعملوا فورمال واضح؟ لكن مش دول بس ابشتاين بار فيروس يالو فيفر فيروس ممكن يعملوا بالمنت هيباتيك فيل ايبولا فيروس حد سمع عنه؟ الفيروس ده ضرب زعير موت 100,000 واحد وعلى فكره الفيروس ده معمول ارتفيشال امريكا اللي عاملاه واتعمل عليه فيلم عملوا داستن هوف الفيلم اللي هو بتاع الايدز اللي نشر انفكشن في مدينه وكان جاي من افريقيا ده قصه الايبولا والقرى الزائريه بعد كده اتضربت بالطيران اتحال عشان الفيروس ما يحصلوش تريند في العالم اوكي ده كان بيعمل بالمر anyway عشان طبعا اللي ما طلعش فيروس غير الفيروس شيء تاني دراس زي من اشهر دراس باراسيتامول بويزن باراسيتامول الستات اللي بتنتحر بالباراسيتامول
بس علشان ده يحصل محتاجين ابليس علمتين، مش عايزين بقى شغل ايه الشريط واحد وكل ده. اقل واجب علشان يحصل انتحار منطقي 30 غرز، مش عايز بقى شغل العيال. واضح؟ غير باراسيتامول ادويه تانيه اللي ممكن تعمل فالمر، هالوثين ده كان جنرال اسيد زمان، هالوثين ده كان جنرال اسيد، كان في ناس عندها هايبر سنسيتيف انرجي يعني ياخدوا هالوثين يجي لهم فالمر التباس فين مفهوم ده ولا لا؟ طب عين اتش باراسيتامول الهالوثين يعملوا فالمر. غير دراجز بوكس، البوكس المشهور جدا عالخمر. بصوا ولاد الخمره غاليه جدا، اه يعني ازازه الويسكي ب 3000 جنيه ب 2000 جنيه، ازازه الشمبانيا ب 7-8000 جنيه. ليه؟ الخمره غاليه لانها بتخش في مراحل تكرير كتيره في المصانع. ليه بقى؟ الخمره عصيمه عسل. الخمره عباره عن ايه؟ واللي بيتعطاها بني ادم عسل. يعني كونك تدفع 3000 جنيه عشان تشرب عصيمه عسل فانت بني ادم عسل. الخمره بتحتوي على ثلاث انواع من الكحول، ايثايل الكحول، ميثانول، وايثيلين جلايكول. اللي بيعمل الدماغ الايثايل، لكن اللي بيعمل الدماغ ايثايل الكحول، لكن ميثانول والايثيلين جلايكول دول توكسيك. ميثانول والاثنين دي مايكول ار توكس، وعشان كده المصنع لازم يشيله، فلازم يتعمل تكرير كتير من الخمر عشان يتشال ميثانول والاثنين دي مايكول. معانا لا؟ في مصانع تحت الكوبري اللي هي بتعمل الخمر مغشوشه اللي بيسموها مرفوع البطيش، سمعتوا عنها؟ الربع كونياك، الازازه ب 10 جنيه فيها 50 لتر وتفضل تروح تملاها ب 10 جنيه مجموع البطيش. ليه رخيصه قوي كده؟ لان ما الخمر ما بتكررش غير مره، يعني ما بيعملهاش بيوريفيكيشن غير مره واحده، which means ان فيها بقايا ميثانول الجنين جلايكول، وعشان كده اللي بيشربها ممكن يجي له عمى بسبب الميثانول. يقول لك شايف خمره مغشوشه بعمى، او يجي له مفاوضه، يجيلهم بالمنت باتك فين؟ مفهوم ولا لا؟ يجيلهم بالمنت باتك فين؟ قلت لكم على 10 اثنين يصيبوا بهذا الموضوع. الاثنين روس. الاثنين روس. عندنا باص اللي هم بيضربوا الدولفين. قلت لكم ان هم كانوا بيعملوا خمره في البيت وكانوا بتخسر. كانوا بيعملوا فودكا. فجالهم بالمنت باتك فين؟ وده مضاعف فؤاد قعدوا اسبوعين وماتوا. دي نقطة. الكحول ده أهم حاجة. لكن في توكسنز ثانية. المشروم بويزن. المشروم اللي أنتوا بتاكلوه في مصر يا أولاد ده مش مشروم. ده فتافيتي بابا. ده ندع مشروم. ده مش مشروم يا بابا. اللي أنتوا بتاكلوه ده المشروم بتاع مزارع. المشروم قد كده الطبيعية. الناتشر. بيبقى زي البطاطا وغالية جدا. ليه غالية جدا؟ الناتشر المشروم فيه منه توكسن، فعشان كده اللي بيلم المشروم لازم يبقى واحد خبير. يعني بتوع الخليج يا ولاد الموسم بتاع المشروم، المشروم الحقيقي بقى الكيلو بيوصل لحوالي 400 جنيه 500 جنيه الكيلو، مش كده ولا لا؟ اللي انتوا بتجيبوه ده اللي هو لعيب بقى 900 كيلو 30 جنيه ويقول لك ده يعني بيتزا بالمشروم، وتلاقي المشروم عامله قد كده عندها سود، ده مش مشروم يا بابا. لكن المشروم الحقيقي بيبقى كبير قوي، لونه ابيض او لونه جريش، لكن في مشروم بيبقى لونها احمر واصفر والكلام ده، دي توكسيك. فاللي بيلم المشروم لازم يبقى واحد خبير، عشان كده هي غاليه جدا. لان لو واحد جال مشروم بويزنز بيجي له طعم من اتباع الطين. المشروم بويزنز، الكحول بويزن، الكربون تيتراكلورايد، الكربون تيتراكلورايد ده اللي موجود في الفريون بتاع الثلاجه ممكن يعمل بارمنت باك فيل. مفهوم ولا لا؟ في حاجه ثانيه؟ اه في حاجه خطوره في الاطفال اسمها ري سندروم. ري اه بتاع الادرينال.
ليس الرول في اطفال لو خدوا ابس عندهم فايرال انفكشن بيجي لهم طلق واحنا مش عارفين ازاي ان كريسبو يا ابو عادي في حاجه اسمها بطكة يا ابي عباره عن ايه بطكة يا ابي اكسكلوجن ثرومبوزس اوف هيباتيك فيل نعمل بالمنت هيباتيك فيل مفهوم لا كلينيكال بيكتشر عن البالمنت هيباتيك فيل عن البالمنت هيباتيك فيل يجي لك بالانكفالوبة والانكفالوبة الميكانيزم بتاعته نفس الميكانيزم اللي احنا خدناها اللي هي الامونيا والامايز والبنزولايز في لايك مثلا نفس الميكانيزم بس هنا بقى في حاجة زيادة عين فاندرز بسبب غير مفهوم يبقى عندهم ماسيف سيربال اديما سيربال اديما عنيفه جدا لكن عن الكرونيك ريفرسال فيلير يعني بتوع الهيباتيك انكفالوباثي مفيش عندهم سيربال اديما يعني فالمنت الميكانيزم اللي دخلهم في الهيباتيك انكفالوباثي ايه هي؟ ان ان اديشن وي هاف سيربال اديما الباجي انكريز انتربينيال تنشي يعمل انيميشن يموت العيان معاه ولاد ولا لا؟ ماسك جديد وعشان كده الانكيفالوباتي في عينين الفاولر بتحصل بسرعه ايفن قبل ما العين يجيله جونس يعني يجيله الانكيفالوباتي قبل الجونس وش مينز العين ممكن يجيلك في الطوارئ من غير جونس فعمرك ما هتفكر في ليفر يعني العيان جالي في الطوارئ عنده في سير كروس ليفر جايبينه اهل واضح مفيش اي حاجه باينه عملت سي تي لقيت ماسف قديمه طب ايه سبب السيما القديمه مش لاقي هل هفكر ان انا اعمل ليفر فانكشن تيست بدل ما اعمل جامد هفكر ولو العيان ده مات من غير ما حد ياخد باله ان ممكن يحتمل يبقى ليفر يكتبوا في شهاده الوفاه انه مات نتيجه نيورولوجيكال ديزيز صح فكتير قوي من حالات الفامر بتبقى مش دايجنوزد از نيورولوجيكال بروبلم يوم مش عجوز ويموتوا على انهم يولوجيك بروبلم لكن هم اكشولي بالمر يعني معنى كده ان حالات البالمر اندر استيميتد مفهوم ولا لا؟ العيال بعد كده لسه اه يجي له جامب يجي له فيتر يبقى لكن هل تفتكر يجي له سبايدر يبقى؟ لا لا بالمر يتنيمة اسايتس لا لان الحاجات دي نيد صعب لكن بيجي له بعد كده جامبس فيتر يباتكس يجي لك بقى دي حاجات تانية دي اي سي مين الفيلير بي ار دي اس تعال هذا لا هايبو جلايسيميا ان هي دايز المورتاليتي اوف فالمنت اباد فيلير از ماينس بيرسنت مورتاليتي از ماينس بيرسنت طب هو هذا ولا لا تعال هيجي له ماتش اوجن فيلير هيجي له بالاضافه لليفر فيلير اللي عنده هيبات رينال سيندروم يعملوا هنا فيلير دي اي سي هايبوغلايسيميا اي ار دي اس واضح؟ ناو ايه الانفستيجيشنز اللي تعملها في عيال فالمر؟ ربنا يعينكم على الشلل يا اولاد يلا هنعمل ليفر فانكشن تيست هنعمل انزايمز هنعمل انزايمز ايه؟ عاليه الافات الافات يعني الاس جي او تي يا اولاد 40 النورمال فاليو تلاقيه في العام ده 7000 6000 الافات نترال مفهوم ولا لا؟ بس في مشكله صغيره الانزايم لو ادت لي اي لو ادت لي ده معناه ان عايز تتحسن؟ لا مش شرط لو الانزايم ادت لي ده معناها احتمال ان الليفر خلاص هيزوست مفيش خلايا عشان تتكسر وطلع انزايم which means ان الانزايم كان بيوز فور دايجنوزز بس نوت فور جنوزز اشخص بيها لكن ما اعتمدش عليها في البروجنوز يعني كل اللي هي بتقل ده مش معناها عادي تحسن فاهميني ولا لا؟ معايا؟ الحاجة الثانية الحاجة الثانية ولا بص غير انزايم هقيس قلبه ايه رايك؟ لا يبقى نورمال يبقى نورمال على ولا لا؟ لانه الصوره فانا اعتمد عليه بيلي روبن لا ممكن بيلي روبن يبقى ايه؟ عادي وخد بالك هو ده بقى البروجنوستيك مصر لو بيلي روبن بيقل يبقى عينك بيتحسن
مفهوم؟ لو بيجيبه انجيل يبقى عياني بيتحسن. والحاجة الثانية البروجنوستيك ماركر بيقوم بالطار هتلاقيه بنقص، لو تلاقيه يبقى عياني بيتحسن. مفهوم ولا لا؟ يبقى دايجنوزز بانزايز لكن بروجنوزز يوبل وبيقوم بالطار. طبعا لازم اعمل انفستيجيشن افكت الاوتر، يعني اعمل جلوكوز ليفل، اعمل ار تي بلاد جازز واكس راي عشان المرض، اعمل كيدني فانكشن تيست صح ولا لا، ولازم اعمل انفستيجيشن فور ذا كوز اشوف هيباتايتس ماركس معاه ولاد ولا لا. لا لا حول ولا قوه لا حول ولا قوه استغفر الله العظيم يا ابني حرام عليك يا ابني، عايز اربي ولاد الله يرضى عليك خلاص قلت لكم هسيب البلد بس مش موتوني قبل ما اسيبها. انا قلت السيبه القديمه ايه سببها ولاد النور طب ايه سبب السيبه القديمه؟ ايوه هم ليه نايمين لغايه دلوقتي؟ التريتمنت نعالج العيان ازاي؟ اولا لغايه عهد قريب جدا كان كل اللي بيتعمل اللي انا هقول لك عليه. العيان ده كان بيدخلوه الاي سي يو، ولما يخش الاي سي يو يا اما لو في سبب ممكن يتعالج بنعالجه، يعني مثلا باس تمر بويزنينج بندي حاجه اسمها ان اسبارسستاين ده الانتيدوت، بس لازم العيان تبقى جايه لنا خلال 6 ساعات الاولانيين. الانتيدوت بتاع الباست بول بويزنج هو ان اسبايسس طيب واضح. وبعد كده نعمل سبورت العيان بمعنى الاسبايسس فيلي يبقى فنتليشن وهنا فيلي يبقى دايلس وعلى له جلوكوز دي اي سي اديله بلازما وبليتر. كل اللي بعمله ده انا بعالج ايه؟ سيمتومات بول واضح. سيبر ايديما ندي مانيتول لان سيبر ايديما وكل العيانين 90% منهم بيموتوا 10% بس اللي بيعيشوا ده لغايه عهد قريب جدا. لكن دلوقتي ظهر حل تاني، ممكن 90% اللي بيموتوا دول ينحرقوا نعمل لهم ليفر ايه؟ ترانسبلانت. وعملنا نعمل ليفر ترانسبلانت بنحطهم على ارتفيشال بيولوجيكال ليفر which is damn expensive. السؤال بقى اللي ممكن يتسال، انا دكتور اي سي يو جالي عيان دخلته عندي فورمالين تبات فين؟ بره طبعا مش عندنا يعني. بعد ما هتدخله هتلاقي واحد جاي لك المستشفى بيقول لك يا دكتور انا المسؤول عن الاورجان دونيشن والترانسبلانتيشن في المستشفى، تحب عيانك يبقى محطوط في ليست الليفر ترانسبلانت ولا لا؟ لو انا متوقع ان هو من 90% اللي هيموتوا اقول له اه، لكن لو انا متوقع ان هو من 10% اللي احتمال يخف اقول له استنى مش كده ولا لا؟ طب حبني حكمي على ايه؟ في حاجه اسمها كينجز هوسبيتال كرايتيريا اللي هي مكتوبه عندكم تحت عنوان بروجنوستيك ماركرز. اللي محطوط تحت عنوان ايه؟ بروجنوستيك ماركرز. الكينجز هوسبيتال كرايتيريا يقول لك امتى تعتقد ان العيال ده من 90% اللي هيموتوا؟ فبالتالي هتاخد قرارك بانك تعمل ايه؟ ترانسبلانتيشن. قال لك لو البروتون بتايم اكتر من 100 ده ازعل. البروتون بتايم النورمال من 12 ل 14 كله يبقى اكتر من 100 ده ليفر ايه؟ خلاص ضاع ده ازعل. دي لوحدها كفايه. طب لو ما كانش البروتون بتايم اكتر من 100 قال لك لو توفر 3 من 4 ايج اقل من 10 او الايج اكتر من 40 بطرمب تايم اكتر من 50 معايا ان العيان يبقى عنده انكيفالوباتي بقاله في العنايه اكتر من اسبوع، يعني عيانه بقاله عنده انكيفالوباتي من اسبوع بقاله اكتر من اسبوع ما يتحسنش ماشي، ان العيان يبقى عنده البيلي روبيز اكتر من 300 مايكرومول مفهوم؟ لو ثلاثه من الاربعه دول توفروا يبقى بس بوجنوز ويزرع. طب بطرمب تايم اكتر من 100 دي كفايه وحدها يزرع.
طيب لو العيال بص معايا بس انت مول بويت حطوا لهم كرايتيريا لوحديهم هي زياده في الكرايتيريا بي اتش انا لو بي اتش قلب 7.3 والزياده الثانيه كرياتينين شايفين ولاد ولا لا؟ قال لك لو كرياتينين اكثر من 600 مايكرومول شايفين ولاد؟ يا دكاتره يعني فارس المول محطوط له ايه؟ كرياتينين لوحده مفهوم؟ الحاجات دي لا برضه 3 من 4 لو اكتر من 100 ده مش طبيعي لو اكتر من 100 لوحدها مفهوم ولا لا؟ اكتر من 100 لوحدها لكن لو بعت كرايتيريا هتعتمد عليهم تاخد كام؟ 3 منهم لا اله الا الله ما هو بالاضافه اللي فوق يا هو يعني حكايه البي اتش والكرياتينين حطها على قبليها ما ينفعش لازم كل حاجه تتكتب لكم منفصله يعني بص يلا الباص ده مول فيه 5 كرايتيريا البيلي روبن والايدج والانكيفالوباثي والكرياتينين والبي اتش حد فاهم حاجه تعطيك يعني كاتبتك بس تموت تضاف على اللي قبلها يعني لو كان عيان بس تموت بويس ازرع له امتى؟ لو بتضرب التايم اكتر من 100 يزرع لو ايج اقل من 10 او اكتر من 40 الكيبرون دي بقى له اكتر من اسبوع الروبين اكتر من 300 مايكرومول بي اتش اقل من 7.3 كاتين اكتر من 300 مايكرومول لو طب 3 بالذات يزع حسب الله ولا يمكن بطاطا غير كده لا ايه